بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم مالك وكتابه. وحشتونا، ما قدرناش نلتقي في الحلقه الماضيه، ولكن منعنا احتفالات شم النسيم. يا رب تكونوا انبسطتوا وسعدتم بها كلكم. وكم كانت اللحظات الاخيره قاسيه على النادي الاهلي في كره اليد، ولكن وللمفارقه كانت أشد قسوة تلك اللحظات الأخيرة على الزمالك في كرة القدم. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم وإن كان متأخرا في حلقة الخميس من مالك وكتابة. زي ما قال لكم المهندس عدلي، وحشتونا مش كتير لما بنغيب عن بعض حلقتين متتاليتين. ناس كتيرة زعلت الحلقة اللي فاتت الحقيقة في احتفالات عياد الربيع، كان فعلا كنا على موعد مع اللقاء، كنا جاهزين بالحلقة، لكن امتداد وقت حفل الربيع الساهر في النادي الأهلي حال دون ظهورنا لحضراتكم. لكن سقطكم الكتيرة الكبيرة الحقيقة في البرنامج بتحملنا مسؤولية كبيرة قوي، وبتخلينا يا باشمهندس دايما وأبدا مطالبين إن احنا نكون عند حسن الظن. فضل من ربنا سبحانه وتعالى يتطلب منا مزيد من الاجتهاد، مزيد من التشبس، بان احنا نكون يعني على الوعد الذي قطعناه على انفسنا. خلافات موضوعيه مع المكتوب وليس الكاتب، لا نستدرج لاي شيء لا يليق بالاعلام ولا بشاشه النادي الاهلي، وبتحتاج مننا مجهود كبير وقدرة هائلة على ضبط النفس، لأن الحقيقة بيصيبنا رذاذ يعني شديد. وكل حلقة وإحنا طالعين واحد يكلمني: يا كابتن عدلي، يا كابتن عدلي، إيه هترد هتقول؟ أصل الدقائق الأخيرة. فأنا معلش، وأعتقد هتكلم باسمك المرة دي يا جماعة طبعا، في توجهنا إلى البرنامج، يوم البرنامج، من فضلكم محدش يسخننا، بنحاول ما نسخنش، سيبونا نبقى على قدر الموضوعية اللي انتوا بتفخروا بيها. الحقيقة بنحاول ما نسخنش حتى في ظل الأحداث الساخنة، لكن معرفش احنا ليه بنحتاج دايما وأبدا ان احنا نفكر الناس كلها، بالذات من الزملاء الإعلاميين في مختلف البرامج والوسائط الإعلامية الأخرى. ملك وكتابة ظهر كحالة تحاول تصحيح المسار الإعلامي طبعا بانحياز كامل للنادي الاهلي، لكن في الحق ودفاعا عن الحق. ما هو ليس من حق الاهلي مش هنيجي ناحيته، ابدا بندافع عنه، مش هنيجي ناحيته. واول حد هيقول للخطا في الاهلي ده خطا هيكون ملك وكتابه، واعتقد حضراتكم جربتوا ده مرارا وتكرارا. لكن ان احنا نصيب البعض بشيء من الانزعاج ده اكيد، وده طبيعي جدا. لما تحاول تصحح اي مسار معوج شويه من الطبيعي ان هو مش هيلين معاك بسهوله، لكن ده مش هيخلينا احنا نعوج معاه، مش هنحيد معاه. اذا ما مشيش معانا مستقيم هنمضي احنا في طريقنا، وزي ما قلت لكم اذا ما قدرناش ناخد بايد الناس باذن الله ما حدش هيشدنا لتحت، لانه ثوابت الرساله الاعلاميه المهنيه الواضحه احنا حريصين عليها. يعني لعلك تلاحظ يا استاذ ابراهيم، لانه اول اتفضل، ان المحاولات من نفس الاسماء متكرره لجرجرتنا. وانتم مش هتشتمونا بقى؟ اه. وانتم مش هتردوا علينا بقى؟ اه. وكل ما نسكت الشراسه بتزيد. واحنا الحقيقه مش عايزين نعمل كده، لان احنا لو ردينا بطريقتهم اولا مش هنوجعهم. هم يعني ما توجعوش، مش شتيمه يعني. لكن مجرد ما يقولوا حاجه علينا، لا هنتوجع، وبنتوجع. بنتوجع مش عشان قيمه اللي بيتقال، بنتوجع لان اصبحت دي المعايير اللي الناس بتقدر توصل اليها من خلالها الى قطاع من الناس، انه يبقى سباب ولعان وملقحات كلام وكده، ويبقى يعني بيجد لنفسه مساحه عند بعض الناس. لكن بعد شويه صدقني الناس بتفرز. لكن انا عايز ارجع اتكلم على كره اليد. هنرجع نتكلم عن كره اليد، لكن هذه الحلقه اذا كانت بتشير الى ما حدث في كره اليد ف
فهي تشير إلى الكثير من البطولات، لأنه فعلا لسه الدولاب مفتوح، لسه الدولاب مفتوح وقابل وفيه مساحة كبيرة لاستيعاب المزيد من البطولات. هو ما فيهوش مساحة، هو عنده من المرونة أن يتسع ويطور نفسه مع كل بطولة. فهو ملوش حجم. هو دولاب يستوعب. بس انت اكسب ومالكش دعوه. كرة اليد 21-20 في وقت قاتل الاهلي بيلعب. قلت لك واحنا داخلين واحنا 20-18 ما كنتش مطمن. انا كنت داخل على القناة. كان بقى 4 دقايق. قلت لك اخشى من خبرة الاهلي في التعامل مع الدقائق الاخيرة. انا كنت عضو اتحاد كرة اليد ومديرا للفرقة القومية. وكانت الجزائر بنتجرع منها نفس الكأس، تكسبنا في اخر 30 ثانية وكانه قانون. يعني اذا كنا محتاجين للتعادل نخسر، اذا كنا محتاجين للمكسب نتعادل، يتعادلوا معانا. تفشل في اخر الثواني. هستأذن الاعداد بس يقفلوا السماعة عشان يسمعك يسمع. اشكركم. طب ما تسمعهم هم وتسيبهم. بس اعمل ايه طيب؟ يعني قلنا كتير. ف كرة اليد بيجي لحظة يا استاذ ابراهيم، وكنت بقولها كتير، بقول لهم يا جماعة انت طول الماتش بتلعب ضد النتيجة، يعني انت بتلعب ضد النتيجة لحد ما تيجي في الدقائق الأخيرة. لو انت كسبان تبقى بتلعب ضد ايه؟ الزمن. طبعا. لأن لو خلص الماتش في اللحظة دي انت كسبان. طبعا. يبقى انت كل مشكلتك ايه؟ تطول زمن الهجمة وهي معاك، تطول زمن الهجمة وهي مع المنافس. انما اتفضل هجمه فاول مهاجم، ايه مبرره ده؟ وحتى ده انا ما اعرفش كان في الدقيقه كام. اهو في الاخر ينتهي بهدف اهو. تدفع الثمن على طول طبعا. هل ده له لازمه؟ وبعدين لا تستطيع ان تصوب نفسك لانك واقف بتلوم نفسك. ما انت بيحصل ايه؟ ما تغلط يعني خطا غير مبرر بتقعد تلوم نفسك. فما علينا، يعني نعتبرها يعني ده النقطة اللي فرقت. ده الهدف اللي هم فرقوا بيه، ده الهدف اللي فرقوا بيه. نتمنى انه يعني انت تصور الكرة كانت معاك انت المرشح تجيب جول. هم بيعملوا معاك ايه بقى؟ شوف الخبرة. شوف الخبرة. بيطول زمن الهجمة بتاعتك. بيوقفك بفاولات، انت مستعجل فدخلت. انت دلوقتي لازم تستعجل فاول عكسي ولا ايه؟ دي هتتحسب ازاي؟ طيب، اما وانه خلاص دي ضربه الجزاء وضيع او ضاعت. طيب، اما وانه يا باشمهندس حدث اللي حصل وخسر الاهلي لقب السوبر بفارق هدف. الاهلي مقدم بكره على افتتاح بطوله افريقيا لكره اليد رجال وسيدات. كان يهمه طبعا يدخل البطوله الافريقيه بروح معنويه عاليه وبلقب سوبر. هي خساره، خلي بالك انت بتخسر بفارق جون، وارد يعني وارد ضربة الجزاء دي كانت تيجي تغير نتيجة المباراة كلها. ايوه. لكن برضه ما هو مش مفهوم يعني يعني وكرة في العارضة طيب خلاص دي اتحطت يعني بره ولا يعني عليت هارد لك طبعا. هارد لك خسران، خسرت البطولة طبعا. احنا كنا في الاستوديو يا جماعة ما شفناش المناظر المؤلمة دي. خسرت البطولة، هارد لك للاعيبة الأهلي، لكن ده المفروض يكون دافع قوي ليهم جدا للتعويض في البطولة الأفريقية. اليد في النادي الأهلي مش أقل قيمة وتأثير وروح من أبطال الطايرة العظماء جدا هذا الموسم رجال وبنات، من أبطال كرة القدم، أبطال الدوري واللي بينافسوا على الكاس، أيضا من لاعبي كرة السلة. فأتمنى إنه ما حدث في مباراة السوبر من هذا الفقدان لكأس السوبر يكون دافع قوي يا باشمهندس لبطولة أفريقيا ابتداء من افتتاح البطولة بكرة إن شاء الله. يعني نستفيد بقى وخلاص من الدرس. لكن اللي يضايقك إن المباراة كانت سهلة. وأنا قلت لك طول ما هي ماشية جون بجون خطر، لأن اللي بيبقى متقدم في اللحظة الأخيرة أنت وبختك بقى. فيعني أنت تعمل فاول عكسي وبعدين يجي لك ضربة جزاء تهدرها بغرابة شديدة جدا. ده دليل برضو توتر. ما دي الخبرات بقى، وادي كرة في العرض. طيب الأهلي وهو يواصل
حصد البطولات والألقاب حتى وهو بيخسر لقب السوبر لكرة اليد. بتستمر مسيرة بحثه عن البطولات، ويمكن من المناسب ان احنا نطمئن الجماهير كلها عن حالة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اللي بيعالج في ألمانيا، سافر من أبو ظبي إلى ألمانيا، وإن شاء الله موعد مبدئي لإجراء الجراحة في ألمانيا يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله. بإذن الله نطمئن حضراتكم على صحة الكابتن الخطيب ويعود سالما معافى لناديه إن شاء الله. الأهلي وهو بطل للدوري بيدخل مسار تاني مزدوج بحثا عن الثنائية. الأهلي مرتبط بالبطولة الأفريقية، هيبدأ فيها الأسبوع الأول من الشهر المقبل مع الترجي في دور المجموعات في دور الأبطال، لكن على الرافد الثالث عنده بطولة كاس مصر. عارفين حضراتكم الأهلي وصل لدور ال 16، بكرة إن شاء الله هيلعب الداخلية في دور ال 16، الكسبان منهم هيلتقي الأسيوطي في دور الثمانية، ثم الكسبان بإذن الله هيكون في سكته الفائز من سموحة أو وادي دجلة. ده المسار بتاع والشق اللي معاه اللي في مجموعته للوصول بإذن الله تعالى إلى نهائي كأس مصر بحثا عن هذه الثنائية. الكابتن حسام البدري لقائمة المباراة بكرة مع الداخلية إن شاء الله الجمعة، بيستبعد حسام غالي وبيستبعد شريف ممكن إكرامي. ممكن ممكن، بس أنا كنت مش عايزك تبتدي بيها لأن هي دي ملاحظتي على كتابة الأخبار. الاستبعاد كلمة يعني إيه استبعد؟ ما أنت اخترت من القائمة. يعني إيه استبعد؟ يعني انت جيت قلت كل ينزل ما عدا فلان وفلان، ولا انت قلت القائمه النهارده فلان وفلان وفلان وخلت من فلان وفلان؟ ولا تقول خلت ولا تجيب سيرت دي، لان طبيعي ان انت بتختار ناس الباقي خلاص هم براه، لكن ليه يعني الصياغه بطريقه تؤلم اللاعب وتحرج الجهاز واستبعاد وكانه استبعاد مقصود. الاستبعاد ده لازم يكون مقصود. ما تقول استبعد فلان يقول لك فلان وفلان دول مش معانا وهختار من دول. لكن ده ما حصلش، ده اختار من 27 28 اختار مجموعه، ما اسمهاش استبعد فلان. اختار مين بقى؟ ها؟ اختار مين؟ اقراهم لي بقى انت بعد انا سحبت من الكلام من بقك. كابتن حسام البدري استبعد شريف اكرامي وحسام غالي فضم لمواجهه. شوف العنوان، ما انا يعني ده اللي مضايقني. ما انا غلست وقلت لك استبعد حسام غالي وشريف اكرامي. اشمعنى استبعد اكرامي وحسام غالي؟ يعني لعيبه كبار. انا متفاهم الصياغه الصحفيه. لا 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 لما يكون لا 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 نجوم بحد. لا مستبعد يعني واخد منه موقف. لا بغض النظر على طول كده لا تحسن النيه في هذا الكلام. هو المفروض يبان ايه سبب ولا يبان الخير. ولا يبرر. ما فيش مدير فني ملتزم ان يقول لك انا فلان مش في القايمه ليه؟ هو ملتزم يقول لك فلان في القايمه ليه؟ لكن ما يقولكش فلان مش في القايمه ليه؟ لا لا بقى. انا مختلف فلسفيا في هذا الامر. طيب القايمه ضمت 21 لاعب فيها وليد سليمان ومروان محسن واسلام محارب ومحمد هاني وميدو جابر ومحمد شريف وبكماني ورمضان مصطفى الحارس الصاعد وعلي لطفي واحمد حمدي وحسام عاشور ومحمد الشناوي وايمن اشرف ومحمد نجيب وعمرو السليه وهشام محمد وجونيور اجايي وكريم ندفد وصبر رحيل وأحمد ياسر ريان وأحمد فتحي. هذه القائمة قائمة الواحد وعشرين لدخول هذا اللقاء بإذن الله تعالى بكرة. يعني ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. مش لافت نظرك إن أيمن حفني مش في الملعب؟ في الزمالك؟ حد مرة طلع استبعاد أيمن حفني؟ بتقرأ كل يوم استبعاد أيمن حفني؟ بس لعب النهاردة. بلعب ايمن حفني لو في النادي الاهلي ما كان عماد متعب، كابتن عماد متعب ما كان بيلعب. لكن كان كل مره وكان هناك تربص استبعاد عماد متعب باستمرار دفع بعماد متعب في الدقائق الاخيره استمرار. لا يعني انا اللي عايز اقوله ايه، ده طبيعي جدا، دي رؤيه مدرب عايز ايه في الملعب، عايز انرجي، عايز كميه جري هيختار لها الناس اللي بتجري، عايز كميه ماسكه كورة وباس هيختار لها الناس لعيبة الكورة، عايز يعملها سلطة هيعملها سلطة بين ده وده. انت عايز تهني الاتحاد بالفوز؟ او الاتحاد لازم يتهني عشان بسبب. انت راجع من اسكندرية. لا مش بس كده والله. انا بحب اسكندرية وبحب الاتحاد، لكن مش بس كده. الكابتن محمد عمر خمس ماتشات يكسب اربعة ويتعادل واحد، كان كسبان فرق جولين. يعني الماتش اللي اتعادله ده
اكتر ماتش ما يضيعش منه ضاع منه في الثواني الاخيره. فتخيل بقى كان ممكن العلامه الكامله في اخر خمس ماتشات. عارف ده عمل ايه في موقف الاتحاد السكندري النهارده؟ الاتحاد السكندري 38 نقطه. مش كده ولا ايه؟ 39 نقطه. طيب الزمالك خسر من الاتحاد اللي المهندس عادل بيهنيه. لا بس كمان خسر بطريقه دراميه. الدقائق ما انا بقول لك كانت الدقائق الاخيره شديده القسوه. كان الزمالك متقدم. انا اتفرجت لمده نص ساعه قبل ما منزل يعني. الزمالك كان واضح ان هو لا بيلعب كوره وشكله وجاب جون بدري. قلت لا الماتش سهل على الزمالك. وصلت هنا في البتاع انا وانت سالنا النتيجه 1-0 زي ما هي. في خلال خمس دقايق قالوا لنا 2-1 اتحاد سكندري. فرحت للاتحاد. وانت فرحت ليه؟ لسيد البلد. يا عم لا انا ما شوف انا لا هفرح ولا ازعل. انا لا بص انا انبسط للاتحاد لاني اتحاد كاش يعني انه اتحط في هذا الموقف. لكن انا ما معني بشاني فقط يا استاذ ابراهيم. اوعى تكون فاهم ان انا يعني لا كياد ولا غياظ ولا احب اللعبه دي. لا سمح الله. والله العظيم انت اللي بتمارسها باصرار شديد جدا. لا سمح الله. والله قول لي امتى؟ انا عمري ما بص انا عمري ما احب اغيظ غيري ولا يعنيني عشان ايه؟ ربنا ما يعملهاش فيك. طيب بمناسبه الفوز النهارده للاتحاد على الزمالك 2-1 المصري عنده فرصه كبيره انه يتقدم للمركز الثالث. يمكن دلوقتي المصري 52 نقطه، الزمالك 54، الزمالك متقدم بنقطتين، لكن الاتحاد لسه ليه مباراتين مجموعهم 6 نقاط. فوزه بالمباراتين يدخله المركز الثالث ويرجع الزمالك للمركز الرابع. المصري كمان 3 ماتشات. ده محمد مصطفى واضح انه عايز المصري ينط الثاني كمان. الاسماعيلي 60 نقطة خلف الاهلي البطل اللي حسم البطولة ب 79 نقطة. معركة الهبوط تكاد تكون حسمت او هي بالفعل حسمت بهبوط النصر ثم الرجاء. النصر 19 نقطة، الرجاء 25، وطنطا 26، وادي دجلة 30، ابعد شوية عن منطقة الخطر. لكن يبدو الثلاثي في المؤخرة فرص بقائهم في الدوري تكاد تكون منعدمة. النهاردة المصري فاز على النصر 2-1، الزمالك خسر من الاتحاد 2-1 أيضا. بكرة الجمعة كده خاصة مع الرجاء. كده الزمالك ما يعني المصري عنده 3 ماتشات عن الزمالك بتسع نقط. خلي بالك الاسماعيلي كده في المركز الثاني. لا يهدده إلا المصري. طبعا. يبقى الزمالك اقصى حاجه انه يحتفظ بالمركز الثالث. بشرط ان يخفق الاسماعيلي على الاقل في مباراتين. هو سموحه 47 نقطه. يعني كمان لا سموحه 47 نقطه بس لعب زي الزمالك. طيب لا صعب. هو بيقل عن الزمالك بسبع نقاط. لا صعب صعب يعني الزمالك يتعادل ماتش ويخسر ماتشين وسموحه يكسب كل ماتشاته. لا صعب. الاسماعيلي لو كسب ماتش واحد هيبقى ضمن المركز الثاني عن اي حد عن الزمالك وتبقى نتيجه المصري بعد كده. عموما دي بقى بطوله الدوري وهنرجع لوضعيه الاهلي فيها. لكن بمناسبه الاقاليم والاتحاد دعونا نعزي جماهير غزل المحله الكبيره والكره المصريه الحقيقه ونادي غزل المحله في وفاه نجمه ومدربه الكبير الكابتن محمود الشناوي. كابتن محمود الشناوي الله يرحمه توفي بالامس بعد مشوار حافل بالعطار للكره المحلويه الحقيقه. واحد من كانوا من المدربين الدائمين لغزل المحله. كان حل لكثير من الازمات يعني. كان يمثل الوصفه الشعبيه. البوري في الاولمبي، مجاهد في المنصوره الله يرحمه كابتن حسن مجاهد، في ناس كده، ومحمود الشناوي في المحله. وعزيز جرجس في المنيا. في مدربين تحس انه ده المثل الشعبي. لا تبعك ده المثل الشعبي بتاع كل فرقه. فالكابتن محمود الشناوي عليه رحمه الله كان بدا مسيرته الكرويه كمدافع في نادي غزل المحله
كان بيضم وقتها كوكبة من النجوم، انضم للمحلة في 61، شارك مع فرق الناشئين، حصل معاهم على أكتر من بطولة، اتصعد للفريق الأول موسم 63-64، بدأ مسيرته في التدريب سنة 72، خرج أجيال كبيرة جدا من الكرة المحلوية، فيهم نجوم دوليين كبار على رأسهم الكابتن شوقي غريب وشريف الخشاب وصابر عيد ونصر التليس والمشائي وأحمد حسن وخالد كرم ومحمد فايز وحسام عبد الغني والزفتاوي ويسري جعفر والمحمدي صالح والد أحمد المحمدي وخالد أبو الفتوح ومحمد جنيدي وخالد عيد. نجح الكابتن شناوي وهو بيقود غزل المحلة ابتداء من موسم 35 مع الكابتن السياج عليه رحمة الله، مسكوا الفرقة لمدة 10 سنين متصلة، بقول لكم مدرب شعبي 10 سنين متصلة مع غزل المحلة، وصل فيهم للمركز الثالث في الدوري 5 مرات، حصل على المركز الرابع مرة، وصل لنهائي كأس مصر مرتين، مرة خسر من الأهلي ومرة خسر من الترسانة. رحمة الله على الكابتن محمود الشناوي وكل التعازي لأسرة كرة القدم في نادي المحلة وجماهير المحلة. الأهلي بيوافق على اللعب مع أياكس أمستردام الهولندي في الإمارات في اعتزال الكابتن حسام غالي. المباراة يوم 11 مايو في ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين بالإمارات. الكابتن سيد عبد الحفيظ قال إن الأهلي هيتوجه مباشرة بعد المباراة من دبي مباشرة إلى كامبالا عشان يستعد لمواجهة فريق كامبالا سيتي اللي هيكون في الجولة الثانية إن شاء الله من دور المجموعات اللي الأهلي بيستهله زي ما قلت لكم 5 أو 6 مايو بلقاء الترجي الرياضي التونسي في الإسكندرية. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة يعني دلوقتي ده تقليد بقى له مدة بيتعملش ماتشات الاعتزال بتاعة اللعيبة، والحقيقه انه كابتن حسام غالي واضح انه هو يعني احسن اختيار اللحظه. هي دي اللحظه اللي كان يستطيع ان يفعل فيها مثل هذا التنظيم وهذا الاختيار ويجد المؤازره والمسانده، ومؤكد انه لاعب يستحق ولاعب حياته طيب فراغ فني. جديده مهرجان اعتزال بره الحدود. لا ما هو انت ما يكون عندك فريق اجنبي، ما هو مؤكد، خلي بالك كل الفرق الاجنبيه دلوقتي انت بتلعب فين؟ في الخليج. هو ده المناخ اللي اصبح بيعملوا معسكراتهم هناك، والفرق هتبقى متواجده وانت بتنتهز فرصه التواجد، بيجي لها شركات التسويق تسوق لهم ماتشاتهم هناك بقى. يجيبوا مصاريفهم. فذكاء يعني، وده الاحتراف. ده جانب من مرال الاهلي النهارده. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره زي ما قلت لكم كان سافر هو كابتن حسام البدري المدير الفني للقاء كابتن محمود الخطيب رئيس النادي في ابو ظبي. كابتن الخطيب كان بيعالج في احد مراكز التاهيل الكبيره في ابو ظبي قبل ما يسافر الى المانيا. كابتن سيد قال انه الجلسه مع كابتن الخطيب كانت مثمره ومهمه جدا، ودي زياره مش من فقط زياره عمل، لانه في كتير من ملفات الكره العالقه كان مهم جدا للمدير الفني ومدير الكره يعرضوها على الكابتن الخطيب علشان يتم بحث بعض النقاط المهمه يا باشمهندس التي يصعب الانتظار عليها. ما هو كابتن هيطلع من دبي، كان هيعمل عمليه في دبي هيطلع عملها في المانيا، ففي كل الاحوال مش راجع القاهره. وده توقيت في كثير من الملفات محتاجه حسم يعني. أرجو إنها يعني تكون حطت نقط على حروف وتبقى في مرحلة التنفيذ في الفترة الجاية. سيد عبد الحفيظ كمان حذر اللعيبة يمكن بعد هذا المران اللي حضراتكم شايفينه من مباراة الداخلية ومن طبيعة مواجهات الكاس، ودي المسألة المهمة جدا، واللعيبة الخبرات في الملعب بتاعي ده كويس، بالذات النتائج اللي بتفضل معلقة، إن النتيجة تفضل 1-0 لغاية لحظات قاتلة يصعب معها التعويض، او تفضل النتيجه سلبيه لغايه لحظات متاخره، كل دي خبرات ملعب في مباريات الكاس بالذات. فتجديد الكابتن سيد عبد الحفيظ وتجديد الكابتن حسام البدري للعيبه على الحذر الشديد وعلى احترام المنافس بشكل خاص. الداخليه مع الكابتن علاء عبد العال في الفتره اللي فاتت عنده عروض جيده بعد ما
استريح شويه للبقاء في الدوري وبعد عن شبح الهبوط، نتائجه وعروضه بقت افضل بكتير. كون ان المباراه كمان في الكاس ده بيزيدها صعوبه وبيزيد الحذر فيها يا باشمهندس. واللي هو ليه يعني كل العالم بيتعامل مع مباراه الكاس انها يعني المسابقات التي تحتمل المفاجات ليه؟ لان هي ليها طبيعه، يعني انت ممكن جدا تلعب ان ما يخشش فيه جون تلاقي نفسك بتكسب الكاس. توصل لضربات جزاء، توصل لحاجه وربنا يوفقك. فاعتقد ان الاهلي هيلعب بمنتهى الاهتمام وربنا يوفقهم ويجدوا الايقاع اللي افتقدوه بعد الشيء المباراه الماضيه. وليد ازارو المهاجم المغربي ونجم هجوم الاهلي تاكد غيابه عن مباراه الداخليه، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق قال ان ازارو لم يتخلص بشكل نهائي من اجهاد العضله الخلفيه، وان الكابتن حسام البدري فضل عدم الاستعجال بيه واداله فرصه للراحه والتاهيل اكتر. بينما رامي ربيعه مدافع الاهلي المصاب واللي بيعالج بيسافر النهارده الى المانيا، وايضا دكتور الفريق الدكتور خالد محمود قال ان رامي هيخضع لاربع جلسات تاهيليه بالاضافه الى حقنه بالبلازما، وربيعه كان وصل القاهره من ايام للفحص الطبي واطلاع الجهاز الطبي على مستجدات الامور وبرنامجه اللي حدث في المانيا، ثم يعاود اليوم السفر. فوز الاهلي بالدوري خلى الجماهير كلها تتطلع للكاس بحثا عن الثنائيه، ومن ثم بعدها باذن الله الثلاثيه، وده اللي خلى مجله الاهلي الصادره هذا الاسبوع بتطالب اللعيبه بالثنائيه وكمان الكاس يا اغلى الناس. بطل الدوري يواجه الداخليه في طريق البحث عن الثنائيه، ومتابعه لحظيه لحاله الكابتن محمود الخطيب في برنامجه العلاجي، ودولاب البطولات المفتوح وقصه كل البطولات اللي دخلت في الفتره الاخيره، واشاده وثناء خاص لابطال الكره الطايره بعد الفوز ببطوله افريقيا، ثم الفوز بكاس مصر بعد الفوز بالدوري، دول الرجاله. لكن البنات، بنات الطايره بالفعل بنات من ذهب اصلي. الرباعيه السنه دي يعني فريق ياخد كل بطوله شارك فيها، وكانه رؤوف عبد القادر رجع يدير النشاط الرياضي بروحه عشان يرجع مجد بنات الطايره لهذا المجد الكبير. والولاد محققين برضه يعني كل بطوله تشتركوا فيها. انما بقى خش بقى في ايه؟ المضحكات المبكيات. المصري اليوم لجنة الكرة تتحفظ على التعاقد مع أحمد سامي واتجاه الاعتماد على الناشئين لتدعيم خط الدفاع في حالة عدم التعاقد مع مدافع سوبر. ماشي. بص بقى في المصر. بعد الاتفاق على بيع أنطوي للأهلي هو للمقاصة. هي للمقاصة. الأهلي مكتوبة هنا كده بس أنا قريتها عشان إيه اللي كاتبها يشعر بالذنب. الأهلي يقترب من ضم سامي وتراوري. يعني فوقيها بسطر تحفظ انه مش عايز تحفظ بالنهار في المصري اليوم وشرى واشتراه بالليل في المساء. يبقى اللي بيصرح هنا بيصرح هنا بيعبس بالاثنين. لانه حقيقه الامر ايوه لم يحدث اي تصريح لسبب بسيط يا جماعه، قلنا الراجل قاعد مع الكابتن محمود الخطيب وهو الكابتن سيد عشان شؤون الكوره، ولسه راجعين امبارح. فين بقى اللي جبنا وبعنا ووافقنا واستغنينا وبعد كده هتقرا كلام؟ لا انا عايز لما تقرا ما تيجي نتصل بمدير التعاقدات نساله. مش هيرد عليه. ليه؟ لان هيقول لك نفس الكلام. يقول ايه؟ هيقول لك الناس ما رجعتش لسه، ما عندهاش تعليمات لسه، لما التعليمات توصل الى مجال التنفيذ نصرح. طب ما نكلم مدير الصفقات ما يجوزش. انا بقول لك اهو هيقول لك كده. وفر وقتك. طيب مؤمن زكريا بيطلب الترضيه للعوده للاهلي، خدوا بقى من هذه النوعيه. ان لقيت عنوان ايجابي واحد في الفتره في الدخله اللي جايه دي صحيني من النوم. طيب مؤمن زكريا بيطلب الترضيه للعوده للاهلي، ده في الشروط بس كمان يعني في الشروط. يعني انا عايز اعرف، استنى بس عايز اعرف. هو يتراضى عن انه يكمل عقده مع النادي الاهلي ولا عشان يمد؟ عشان يمد اكيد. لا ما قالش عشان امد هنا.
يا ريت عشان يمد يبقى فيها منطق. اه انما انا بعمل لك فيفر وعارضك واعمل لك يعني مجامله عشان تستفيد، تم تقول لي يا تديني اللي باخده هناك عشان ارجع اكمل عقدي معاك. لا يمكن يكون ده موقف مؤمن، ولو ده موقف مؤمن يبقى غريب جدا يعني. وانا استبعد هذا الكلام طبعا. طيب مؤمن زكريا بيطلب الطرديه والبدري بيرفض عوده الشيخ، ده في الشروق، والبدري بيرفض عوده متعب، ده في الشروق. المصري اليوم بقى مفيش في الاهلي حاجه كويسه، أجاييه يخطر الاهلي برحيله نهايه الموسم. جاي لك على الحاجات بقى ايه اللي تغيظك. عارفين ان أجاييه فاكهتك السنه دي. هو وازارو ومعلول، فهتلاقي بقى شيل من ده كتير. انه أجاييه عايز يمشي، قال للاهلي انا اخر السنه مش معاكم. اكنه يعني، وكمان الشيخ بيشترط المشاركه الاساسيه يعني للعوده. يعني عايز سؤال يعني، لا انا بس عشان الفرق بين دي محطه مصر يعني. قاعد على الكرسي بعدين يقول له خلي بالك من الكرسي، ولا يقول لك انا مش راجع. ايه ده؟ لا بص، انا الشروق قالت كابتن حسام البدري رفض عوده احمد الشيخ. الشروق. المصري اليوم الشيخ هو اللي مش عايز يجي الا بشرط المشاركه. شوفوا انتوا بقى الاثنين. ثم الوطن بيضرب كل دول في الخلاط. لا استنى بقى، تصريح ووفقا لمصدر مطلع داخل الفريق. شوف بقى الواد اللي واصل قوي جوه في الشمخ الجواني قوي. فان اللاعب اثار الازمه الاخيره علشان يتراضى ماليا زي عبد الله السعيد واحمد فتحي لاعب الفريق خلال التمديد عقده. ده أجاييه في مصدر مطلع، مطلع ده مصدر، ده يبقى مصدر، ده يبقى ازاي ده مطلع واي قدر من الاطلاع انه يطلع يصرح كلام زي كده؟ الوطن ضربت كل ده في الخلاط، فطلع لها تصريح للكابتن سيد عبد الحفيظ ان كل دي اشاعات. يعني كل ما سبق على حسب تاكيد سيد عبد الحفيظ في الوطن مش محتاج ياكد، كل دي اشاعات. طبعا كنت تابعته الفترة اللي فاتت انهاء الفصل الثاني بقى من سيناريو عبد الله السعيد مع الاهلي الى فنلندا، واعارة عبد الله السعيد الى نادي كوبيوم بالوسورا الفنلندي على سبيل الاعارة لمدة شهرين تنتهي في نهاية مايو، ويرجع عبد الله عشان ينفذوا الجديد مع اهل جده يا باشمهندس. ولابد اسالك لماذا فنلندا؟ وانا اعتقد انت كنت صاحب هذه الفكيره يعني. احنا اقترحنا والجميع اتفق عليها، وانا قلت لك انا اتصلت بالجهاز الفني الاول، خدت موافقه الكابتن الخطيب. ويعني اشتغلنا في كل الاتجاهات يعني. ولا يخفى سرا ان تركي آل الشيخ، معالي تركي آل الشيخ كان بيلعب دور مهم ان هو يروح الخليج. لكن الفتره دي كان الحل انه لازم يطلع. فطبعا ايضا اعتقد ان موافقه عبد الله السعيد السريعه دي جاءت نتيجه دراسه جيده للموقف، ولقى انه احسن له واحسن للاهلي واحسن للمنتخب واحسن يخرج من الضغوط كلها انه يروح في هذا الدوري 60 يوم، هيلعب بعيدا عن الضغوط في جو برضه قريب من المناخ بتاع، ابرد شويه من بتاع روسيا، لكن هو كان حل يتفق يعني يرضي جميع الاتجاهات. وعبد الله عمل تويته بعديها وجه الشكر للنادي الاهلي وللجهاز الفني وللعيبه وللجماهير على كل الفتره اللي مضاها في الاهلي، وتمنى التوفيق للعيبه والجهاز، وقال ان انا بتمنى للاهلي يكمل ان شاء الله في بطوله افريقيا بشكل جيد ويتاهل لكاس العالم للانديه. كده اعمل العقل، وكده يبقى فعلا عبد الله السعيد يعني. والحقيقه قال حتى قال ان انا بشكر كل الجماهير حتى اللي انتقدتني في الفتره الاخيره. هو مقدر انه من غلاوته عند الناس وجعها قوي انه يفكر كده. فهو قضى فتره، مؤكد ان اسعد فتره في حياه عبد الله السعيد كانت في الاهلي. خصوصا السنوات الاخيره. ارجو انه يكمل مشوار يفيد بيه المنتخب. عشان كده يا جماعه خلاص المفروض الكل يطوي هذه الصفحه. عبد الله السعيد قضى فتره
مضيئة جدا للنادي الأهلي ليه هو قبل ما تكون للفريق. أسعد الجماهير بالتأكيد، ساهم مع زمايله في تحقيق الكثير من البطولات والانتصارات. أخطأ، تم التعامل مع خطأه بما يليق ويستقيم مع نظام النادي الأهلي وتقاليده، ثم بدأ المسار الاحترافي، إعارة لفنلندا ثم بيع لأهل جدة. فبنتمنى له كل التوفيق في مستقبله مع كرة القدم إن شاء الله. وده كان يمكن الأستاذ جمال هليل في الجمهورية كان له وجهة نظر، بس هو خلاص سأل هو شوية، سأل سؤال قال الأهلي حسبها صح، وكان رأيه إنه عبد الله يلعب مباراة الترجي. خلاص اتحسب يعني، تجاوب. هو بيقول لك إيه؟ هل يريد الأهلي أن يعاقب نفسه بمنع اللاعب أم يعاقب اللاعب بحرمان الفريق من وجوده؟ يتجاوب على السؤال ده بإن اللاعب سافر هيلعب في فنلندا. بالظبط. بنتمنى له التوفيق مع زمايله بالذات في كأس العالم اللي المنتخب بيستعد لها. ولما يذكر منتخب مصر يذكر فيشكر فيقدر فيثمن محمد صلاح. الحقيقه محمد صلاح اللي عامله حالة توهج بجد ان هو يقود ليفربول الى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، ان واحد من اللي بينافسوا بشكل قوي جدا على ابرز اللاعبين في العالم ان يكون له هذا التأثير، ويكون ياخد أغلفة عدد كبير جدا خلال الأيام الماضية من الصحف العالمية. هو ده السفير اللي بجد، وهو بدأ تفسيره أو تأثيره اللي أعلنت عنه الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. صندوق مكافحة الإدمان والعلاج من التعاطي من المخدرات بتقول للدكتورة غادة والي إنه بعد الإعلان بتاع محمد صلاح ما تسيبهاش تغلبك، الإعلان معمول كويس قوي، ما تسيبهاش تغلبك. بتقول إنه نسبة الإقبال في الاتصال بالخط الساخن لراغب العلاج من الإدمان زاد بنسبة 400%، لدرجة إنه وزارة الأمن العام في الصين تستعين بهذه التجربة المصرية وتحط الإعلان المصري بقصته وبتأثير صلاح على موقعها. صدرنا للصين حاجة، صدرنا للصين فكرة مشاركة نجم كبير. دي تأثير القوى الناعمة العظيمة لما يكون عندك قدوة ويشعر أنها مؤثر ويلعب الدور صح، مش ان هو يعني يبان مؤدب ويبان مش عارف ايه ويتصرف بلباقه وبس. ده بيجتهد ويتطور ويجبر المجتمع الغربي ان يحترم طقوسه هو. وتشوف الاطفال وهم بيشوف الاسبرينت اللي بيعمله النهارده، ولا بولت بتاع الجري النهارده. وزير السفير الاسباني في القاهره بينصح ريال مدريد بسرعه التعاقد مع صلاح. يعني بص صلاح يعني هم جابوا جاريت بيلي لانه كان اسرع لاعب في العالم وقتها. صلاح بالسرعه والمهاره والقرار. شاف الباصه وشاف اللعب. عجبني تفسير الاستاذ حامد عز الدين في تغريده له عن ايه سبب هذا التوفيق الالهي الكبير لمحمد صلاح. ففي تفسيره انه حاله الصدق الشديده. الصدق محمد صلاح صادق في تواضعه، ما بيمثلش. وانا لسه بقول لك اقواله وافعاله صادقه جدا. شوف الناس مصدقه خلاص. ايوه. وما بيعملش شو. وان كان يعني لا تتساءل عن سر التوفيق الالهي. هو خلاص هو توفيق الهي. مفيش فيه اسرار. لكن محاوله فهم ربنا راضي عنه. ايوه ربنا راضي عنه. محاوله فهم سلوكياته واجتهاده اللي بتقود لده. طب هو بيجتهد ولا ما بيجتهدش؟ بيجتهد جدا. طيب هو اجبر الناس تحترم تقاليده ولا تواضع عن تقاليده عشان الناس ما تنتقدوش؟ وراحش نافق المجتمع بقيمه. صحيح. لا هو كان ممكن ينافق المجتمع بقيم المجتمع. ايوه. هو اظهر قيمه هو. لكن هو اجبر المجتمع ان يتعامل بقيم محمد صلاح. تشوف الاطفال الانجليزي بيوطوا بيسجدوا بيقلدوه بيهزقوا اللي عمله محمد صلاح. ها حسن صوره الاسلام، حسن صوره المصريين، حسن صوره اللاعبين، حسن يعني زي ما انت قلت الصدق. فعلا الصدق هي مفتاح كل شيء. بكره القرعه ان شاء الله. نتمنى الناس امبارح متحمسه جدا عايز ريال مدريد يخرج.
طبعًا. يعني عشان بقينا كلنا طلعنا احنا نفسنا الكل يتغلب عشان صلاح، وبعدين كلهم كانوا متاكدين ان هيحصل مجامله لريال مدريد في اخر دقيقه، وده اللي حصل في الوقت المحتسب بدل من ضائع ضربه جزاء. التحكيم قال كلمته. طيب ده الاستاذ خالد العليلي قبليها بدقيقه التحكيم ناوي يعملها مع الريال بعدين، مش قلت لكم بعدين جرب يقر ولو انه رونالدو ما بيضيعش ضربات الجزاء ما نفعتش، فاهم ان هو هيجيب اجله. طيب كنت بسال مهندس الصفقات عن الجديد، ما نفعش لان تليفونه مشغول، هساله عن القديم. القديم ممكن كده سهله بس هحاول اوصل معاك من القديم للجديد. الصفقه الكبيره اللي ما تمتش وفي وقتها كانت هتبقى برضه حكايه، حسن شحاته يلعب في الاهلي. كابتن حسن شحاته نفسه حكايته مع الاهلي في قناه اون هنشوف قال ايه، وبعد كده ارجع للمهندس عدي اساله عن هذه الصفقه التي لم تتم. نشوف حسن شحاته. وانا في الكويت الكابتن صالح سليم الله يرحمه ويحسن اليه جاء زياره للكويت لهدف واحد. الهدف ده كان طبيب من اطباء النادي الاهلي وهو اهلاوي، كان كلم الكابتن صالح وقال له في لعيب اسمه كذا 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 موجود في الكويت في نادي قصر. فهو جه والدكتور ده كلمني على اساس نروح نقعد شويه مع او نقابل الكابتن صالح، ورحت الفندق وقابلت الكابتن صالح وبتاع وعرض عليا. ولما عرض عليا انا قلت له انا راجل اساسا مش من القاهره وانا ما بشتغلش وانا ما عنديش سكن، الحاجات دي كلها لو اتعملت لي انا ما عنديش مانع. مش هضحك عليك يعني اقول لك كده عشان هم الزملكاويه هيزعلوا مني، لا دي حقيقه انا بقول حقيقه حاصله. يعني ما كانش في مانع ان انت تروح الاهلي لو كانوا هم وفروا كل على الشروط. ما هي ما كانتش شروط، هي ده انا بقول له حاجات انا مش متطلبات حياه، بس متطلبات حياه. الزمالك عارف الزمالك عارف وانا ما كنتش بعمل حاجه بتخفى على حد يعني. فلقيت عم جورج السعدي جه الكويت، كابتن علاء الحموني الله يرحمهم جميعا ويقدس روح عم جورج جم الكويت عشان انا لازم ارجع. الدوري بقى كان هنا بدا. الدوري كان هنا بدا. كان عاد بقى الدوري بعد التوقف. كان عاد الدوري 72 وبعدين توقف تاني عشان 73 وبعدين بدا الدوري. النادي الاهلي النادي الزمالك كابتن صالح قال لي انت هتتعامل زي كل اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. كواليسك بقى. انا كواليسي كان وقتها انا مجرد عضو نادي. ما كان ليش يعني مناصب ولا كنت في مجلس الإدارة، ولكن كان علاقتي بالكابتن صالح أنه كل يوم بنقعد مع بعض. هو كان اهتم جدا جدا بفكرة تطوير النادي الأهلي من 72 وفريق كرة تحديدا يبقى مشرف عليه وبدأنا نفكر. فكابتن أنا عادل هيكل رشح لمحسن صالح من لبنان، وأنا رشحت طاهر الشيخ، وبعد كده جه مختار هو بقى، وانا بكلمه بقول له كذا وكذا والفرقه، ابتسم ابتسامه فيها مش عارفه فيها يعني وهج. وقال لي بص يا عادلي بقى، كل اللي انت بتقوله ده كلام كويس قوي، بس اللي هقوله لك دلوقتي هو ده لو خلص هو ده في الليله كلها. مين يا كابتن؟ ايه الحكايه؟ قال لي في لعيب في الكويت مصري اسمه حسن شحاته. قلت له يا كابتن انا فاكره بس هو ما لعبش في مصر كتير لان هو انضم لزمالك وبعدين الكرة وقفت. وراح لعب بعد كده في الكويت سنتين او ثلاثه. قال لي ده واخد احسن لاعب في اسيا. رغم ان هو لعيب يعني مصر افريقي. بس بيلعب مع كازما الكويتي. قال لي ده بقى عدلي لو مشي ده. قلت له طب وايه المشكله؟
قال لي مشكلة 4000 جنيه. 4000 جنيه. 4000 جنيه. 4000 جنيه دي كانت مشكلة. اذا بيكون بتقول 4 مليون جنيه. في وقت كانت ميزانية الكرة كلها مثلا 20-30 ألف جنيه. لو عرفنا ندبر الأمر ده، هل ال 4000 جنيه دي بقت كانت مقابل الاستغناء اللي كان هيكلفه، ولا دي كانت تكلفة الالتزامات اللي كان الكابتن حسن بيتكلم عليها؟ حسن بيتكلم عليها. أنا ما أعرفش. لكن هو الحالة دون قال لي لو في 4000 جنيه الموضوع ده يخلص. يعني طبعا 4000 جنيه حرمت صفقة حسن شحاتة. ده طبعا بعد ما رجع بقى الكابتن صالح لو كان يعني يرى المستقبل. طبعا ده كنا لميناه بأي طريقة ال 4000 جنيه دي. لأن الحقيقة أنا أرى أعظم لاعب كرة في وجهة نظري دخل نادي الزمالك، يعني هو الجيل بتاعه كان مشهور ان كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق جعفر، وجاء بعدهم علي خليل، وكابتن حماد امام طبعا كان نجم يعني قبليهم شعبي على المستوى الشعبي. لكن انا بتكلم على المتكامل اللاعب يعني متكامل. فاروق جعفر ملك النص، كان الكابتن صالح يقول عليه اللاعب ده الوحيد بعد الفناجيلي اللي تعرف هو عايز يعمل ايه بالكوره، فاهم بيعمل ايه في كل كوره. بعد الفناجيلي. بعد الفناجيلي هو كابتن صالح كان يرى الفناجيلي اعظم لاعب في العالم مش في مصر. على فكره قالها لي اكتر من مره، وكابتن طارق قالها لي برضه. لا مين احسن لاعب؟ يقول لك بص الفناجيلي مفيش جاي. ما جيش بعده. قال لي ما حدش يجي زي الفناجيلي. يعني مره بقول له انت يعني انا وانا بتفرج زمان قبل ما اعرفك ككابتن كنت بقول ان انت احسن صانع العاب في العالم، ولما اتفرجت على دي ستيفانو تاكدت من هذا الكلام. انا كنت يعني كلاعب كوره صانع العاب كنت شايف صالح سليم ده يعني يوشوش الذكر كده يقول للكوره روحي هنا اعملي كده سوي كده. لا يمكن جهده البدني مش زي دي ستيفانو، القياده من تحت لا طبعا. في فوارق لان ده احسن لاعب في العالم وفي دوري محترفين وكده. لكن الستايل الرؤيه في صانع الالعاب تحديدا كان عجيب جدا. فبقول له قال لي لا 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 صالح ايه ومش عارف فلان ايه وفلان ايه الفناجيلي. فطبعا حسن شحاته لعب سيرد باك وباك رايت وباك ليفت ووقف جول انصايد ووقف جول معرفش وقف جول ولا مش فاكرها ولعب انصايد وهداف وكل حاجه الحقيقه. كان لاعب رائع جدا جدا يعني يا ريته كان جه النادي الاهلي. طيب ليه يا ريته كان جه النادي الاهلي؟ لانه النادي الاهلي لعبته يكاد يكونوا هم الوحيدين اللي ممكن تراهن عليهم. ممكن اي لعيبه تانية في ماتشات مهمه تقلش، في ماتشات مهمة ما تتحملش مسؤولية، في ماتشات مهمة ما تقدرش. ده كلامك ولا كلام الكابتن إبراهيم حسن بقى؟ ده مش كلامي، ده كلام إبراهيم آخر. نسمعه. قبل المباراة زائد إن أنت برضو تعبك في الدوري وفي حتة المربع عشان تنافس تبقى موجود. أولا نمرة واحد في المربع، نمرة اتنين بتنافس على التاني والتالت يعني. انما اللي زعلك انك انت ما كانش فيه اصرار، ما كانش فيه جدعانه من مجموعه من اللعيبه كلها بصراحه يعني. فكان حالتهم يمكن اقل مره اشوف او اسوء حاله كان فيها الفريق كله، فريق ال 11 حتى بالناس اللي نزلت. فدي اللي كانت مزعلانه قوي يعني. ممكن تكون مش موفق وتخسر او مش موفق وتكسب. وحسام اتكلم معاهم في قبل الماتش وبين الشوطين وقلبه حاسس، قال لهم انا يعني ممكن. انت عارف اللعيبه المصريه للاسف اللعيب المصري مش مضمون بامانه، اللعيب المصري مش مضمون باستثناء لعيبه النادي الاهلي بصراحه بامانه الله. هو يعني مش هين عليه
يجيب لنا اللقطه اللي بيقول في استثناء لعيبه الاهلي يجيبها كده خطف. يعني هو طبعا يستطيع ان يحكم كخبير لانه هو عاش وعارف حاله لعيبه الاهلي. يعني انت بتقول اللاعب الاهلي ما كانش في يومه النهارده. يعني مش بتتعود منه هذه الفصول البارده. مش هو اللي يعمل كده. مش هو اللي يعمل كده لانه لا يقارن بحد. وقبل ما يغلس عليا المهندس عدلي ويقول لي ده مش كلامك، ده كلام واحد تونسي نشوفه. المشكله ان ريسكي نتكلم بعد يقول لك اه والله هذايا مصري وهذايا ادري شنو. المشكله انه ما يتقارنوش، وكي تقول الكلام هذايا يولي يقول لك مش ترد لنا، فهمني؟ معناها مالوريزمون في تونس كي تحب تحكي يا اخي انا كي نحكي على الاهلي كيماني نحب جمعيتنا يوليو هكاكا. انا كي اول وقت لي رجعت كديريكتور سبورتيف في السي اس اس مع منصف السلامي، اول كلمه قلت له انا نحب كل عام ياخذوا 10% بالاهلي، بعد 10 سنين يوليو كيفهم. لانه شوف كرويا نجموا على ماتش نقفوا معاهم ولا على فينال، اما ما تجيبش تعمل ورا بعضه 10 سنين كما يعملوا هما. علاش هما توا 10 سنين تولى شوفهم قداش من فينال، شوف قداش من لقب. الاهلي راهو بين 2003 و 2018 تو خذوا الالقاب، خاطر ليكيب ستركتيري. مثلا انا خسرنا نهائي ضد النجم 2007، 2008 عاودنا لعبنا فينال وهزينا كوب دافري. بار كونتر في السي اس اس احنا خسرنا 2006 تو لعبنا كوب دافري، عملنا كان دومي فينال 2012 2013 تهلي ضد فيتا كلوب دومي فينال. مش فريق يقعد كل عام يلعب لك فينال ولا كل عام ولا يهز الالقاب، راهو يزن ثم ستابيليتي كبيره. كي تحكي عن النظام هذا اللي ريتو يقول لك لا هذاش باش يرد لنا، ما يقولش والله ناخذ من عنده اكسبيرونس وهو ولا غير ولا فلان يلعب برا. خاطر انا نحكي على الاهلي على الاقل كيب كبيره في العرب، عندنا ملاعبيه لعبت في السيتي ولعبت في الارسنال وارسنال وفي الاجاكس، وعندنا يعني عندنا ملاعبيه لعبوا في برشا بلايص، ويجمو كل حد يزيد حاجه من الاكسبيرونس عنده باش نكبروا. هو كبير السيسيس ماهوش، اما باش ناخذوا على الاقل النظام اللي نحبوا نوصلوا له، لانه احنا طموحاتنا كبيره. انا كي مشيت وشفت قلت انا كيفاش كنا نقفوا معاهم هذوما، كيفاش كنا نقفوا معاهم. معناها مو سي با بارازار انه ليكيب هذيك خلاف شازا القاب مع الاهلي، لكن 60% منها هازين ثلاثه كوب دافريك ورا بعض مع ليكيب ناسيونال. والجماعه حضري ابو تريكه احمد فتحي واحمد حسن ومحمد شوقي كان تيتولير، سيد معوض وش اسمه، معناها ملاعبيه كبار هذوما 6-7 ملاعبيه. لو ساتير نتاع ليكيب ناسيونال يهزوا 2006 كوب دافريك مع ليكيب ناسيونال، يهزوا 2008 يهزوا 2010. هكذا يتحدثون عن النادي الاهلي عندما يغادروه، وتبقى تجربه الاهلي عايشه جواهم بوهج خاص وكانها الاعظم في مشوار حياتهم، التجربه اللي علمتهم. يعني يتحدث عن النظام، يتحدث عن الثقافه، يتحدث عن الاستمراريه، ويقول لك يعني هي دي اللي عايزين نتعلمها، ننظر للنادي الاهلي هو ده اللي النظام اللي عايزين نوصل له. يقولها انيس بوجلبان، يقولها كابتن ابراهيم حسن بعد ما يسيب النادي الاهلي بكل هذه السنين وبكل الاحداث والمنعطفات صعودا وهبوطا في العلاقه بينه وبين النادي الاهلي وجماهيره. يقولها فلافيو جيلبرتو، يقولها كل من يعني ارتدى فانيله النادي الاهلي وغدره بقى، يقولها هاني العجيزي، يقولها شريف عبد الفضيل، كل واحد يطلع يتكلم عن النادي الاهلي الا واحد او اثنين او ثلاثه بكثير في نفسهم غصه لانهم ما نجحوش يكملوا في الاهلي. يكملوا؟ اه طبعا. اللي هو بعد كده يعني. هو في ناس خارجه الاهلي بمشاكل بجراح. مجاريح الاهلي. في مجاريح. زي ما كان زمان الكابتن صالح ما هو له مجاريح. ما هو انت عندما تصل الى النجاح من خلال سيس ونظام صارم، النظام احيانا بيعور ناس في سكته اللي ما تقدرش تتماشى مع النظام. ايوه. فاللي هيتعور مش هيذكر لك حاجه كويسه. مش هيذكر لك حاجه الا اللي عنده ثبات بقى ويعترف بالحقيقه، لكن كل الناس، شوف كابتن مجدي طلبه، شوف اي كابتن احمد حسن، كابتن اي واحد مر على النادي الاهلي سنه اثنين ثلاثه مش بالضروري سنين طويله، يدرك سر نجاح الاهلي انه مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. هتقفل ولا ايه؟ هتقفل؟ لا ده انا ببتدي. طيب كل دول
من الطبيعي يتكلموا عن الأهلي بكل هذا التقدير وكل هذا الإحساس وكل هذا الامتنان، لأنه شافوا في الأهلي ده. فما بالك بالناس ما شافتش في الأهلي حاجة؟ ده بالعكس، دي نفسة الأهلي، يعني ربما كان الأهلي السبب في لحظات كتيرة في حزنهم، زي المدربين المنافسين. كابتن حلمي طولان نجم ولاعب ومدرب نادي الزمالك عقد مقارنة ما بين مروان محسن مهاجم الأهلي وباسم مرسي مهاجم الزمالك. الفرق بين الاتنين هو الفرق بين الأهلي والزمالك، زي ما قاله كابتن حلمي. الظاهرة الأولى زي ما كتبها لنا الأستاذ محمد صيام هي ظاهرة مروان وباسم، مروان محسن وباسم مرسي، الاثنين رؤوس حربة أهلي وزمالك. ويمكن من الإحصائية اللي قدامي مروان لعب 4 مباريات، باسم لعب 16 مباراة. هختصر كل الإحصائيات في عدد الأهداف. مروان لعب طبعا 4 مباريات، منهم ولا مرة أساسي و4 مرات بديل، بينما باسم لعب 8 مباريات أساسي و8 مباريات بديل. ومع هذا مروان سجل 5 أهداف وباسم سجل 2. من وجهة نظرك إيه الفارق بين الاتنين، برغم أنه حسام البدري وقف مع مروان وإيهاب جلال وقف مع باسم؟ مفيش شك. يمكن العملية بتخضع لمعايير مختلفة. لو جينا حطينا اللاعبين باسم او مروان، هنلاقي ان مروان التيم بتاعه فيه مميزات كثيره جدا كتيم فرقه. طبعا هو اللي بيساعد اللاعب، بيساعد المهاجم، التيم كجماعيه، كاستقرار فني، كاستقرار في التشكيل، كاستقرار في اسلوب اللعب وفي طريقه اللعب. كل دي عوامل بتنجح اللاعبين، بتنجح المهاجمين، بتنجح الناس اللي بتيجي من الخلف، من نص الملعب للأمام. فدي ده عامل مهم جدا، التيم اللي حواليك، المساندة اللي حواليك، الإمكانيات اللعيبة اللي بتخدم عليك وبتلعبك، كل دي عوامل بتساعد بشكل كبير جدا المهاجم، وخصوصا الحالة اللي قدامنا اللي هي مروان. يعني حضرتك تقصد انه ممكن يبقى لاعب رائع لكن اللي حواليه مش مساعدين؟ بالظبط كده. ده دي نقطة مهمة جدا يا كابتن متحف. لا اسلوب اللعب ولا جماعية الاداء ولا وحدة الفكر ولا الهارموني ممكن ما يكونش مساعدني. لكن باسم لعيب مميز، هداف ولعب بهايل جدا، لا يقل عن مروان محسن ابدا باي حال من الاحوال. لكن الظروف اللي بتحط فيها باسم بتختلف تماما عن الظروف اللي بتحط فيها مروان. طيب اللي قاله كابتن مدحت شلبي ذكرنا بالزميل محمد صيام، لانه في الاهرام المسائي كان قاعد معاه في الاستوديو، تقرير في الاهرام المسائي بعنوان كبير: فتنه في الاهلي. كده وش فتنه في الاهلي؟ ايه يا عمي الدنيا خربانه ليه؟ اكرامي وليد سليمان وحسام عاشور بيطالبوا بالطرديه، طرديه مع عبد الله السعيد او فسخ العقود والرحيل عن الاهلي، وكلام كتير عن الدنيا خربانه جدا، وانه دي لعيبه اللي يقرا ويسمع لا يمكن ابدا يقول ان حسام عاشور كابتن الاهلي اللي عمره ما تسبب في مشكله ولا عمره اشترط على الاهلي يقول الكلام ده او يلوي ذراع النادي الاهلي، او وليد سليمان اللي بكى عشان يجي النادي الاهلي، واللي حد من مدربين الزمالك قال ان انا لما كلمت وليد سليمان عشان يجي الزمالك وهو في بتروجيت لقيته بيبكي بيقول لا انا مش هروح الا النادي الاهلي، او شريف اكرامي. متخيلين ان لعيبه بهذا القدر من التاريخ في العطاء للنادي الاهلي والاخلاص ليه يثيروا فتنة في هذا التوقيت؟ العبقرية في اكتشاف المآسي في الأهلي واخد توكيلها هذا الثلاثي أو الرباعي الذي اخترق الأهلي كثيرا، وما زال يعتقد أنه مارس نفس الدور. رصاص صيام وهو زملكاوي القلب وليس
يعني هذا يعني مسألة تعيب أحد، ولكن الذي يعيبه أنه يكره الأهلي. زملكاوي ماشي، اللي يعيبه أكتر أنه وجد الآن نفسه دور داخل الأحداث في النادي الأهلي على مدى السنوات الأربع الماضية. اتعمل له عضوية مدفوعة الأجر هو النادي، عضو نادي على جمعية عمومية، واخد بالك، هو والثلاث زمايله التانيين كويس، وأصبحوا من أصحاب الرأي والرؤية داخل النادي الأهلي، وكل اللي كنت بحذر منه بيحدث الآن. قلت لهم دول مش بيأيدوا الأهلي، دول بيأيدوا نظام موجود في النادي الأهلي، وبمجرد اختلاف النظام هينقلبوا على الأهلي. والحقيقة ما بيكذبوش خبر، يعني يكتب في الأهرام المسائي، يكتب في مصر اليوم، اللي هتقراه هنا هو اللي هتقراه هنا، اللي هتقراه من فلان هتقراه من علان، بس هنخلي علان لما يكتب حاجة ونجيب سيرته. كويس. ترتان بقى ده لامم الدور، واخد بالك، مؤقتا يعني. فهم مش بيتكلموا على الأخبار، ده بيتكلموا على أمنيات. أمنيات ضم ليه؟ لأنه الحقيقة يا جماعة التلات لعيبة دول كمان جددوا على بياض. وأنا عايز أقول لكم، علشان بس أنا شخصيا ما كنتش بصدق فكرة، وكنت بعتبرها نوع من الدعاية، إنه حد لاعب محترف يمضي على بياض، الى ان اكد للكابتن سيد عبد الحفيظ. ما هو بياض يعني ايه بس يا استاذ ابراهيم؟ بياض مش معناه ان انت ما انتش عارف هيتعمل معاك ايه. اتكلمنا ورحت حاطط لك توقيع، اتكلمنا وانا عايز مثلا اخد بزياده قد كده او زي اعلى فئه. حاضر، قلت لي حاضر، هيتحقق لك هذا. رحت حاطط توقيعك وسلام عليكم بس. ومش ممكن ده الا وانت عارف الاهلي عمره ما هيخلف معاك كلمه، وعمره ما هيضحك عليك. تلقيح الكلام بقى، لانه لا 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 لا، اصل انت فكرتني بحاجه. اللي بيتكلموا على الفتنه ما حدش فيهم نطق بكلمه وهو شايف فكره ان انت تغدر بلاعب. عملها مرتضى منصور مع لعيبه في الزمالك الفتره اللي فاتت، يتفق معاه على حاجه وبعد ما يحط التوقيع يلاقي نفسه بره القايمه، بس وقع علشان يتنازل عن فلوس متأخرة. الكلام ده حصل بشكل غير طبيعي في الثلاث أربع سنين الأخيرة مع لعيبة كتيرة وأسمائها معروفة، ونشر كل ده على استحياء، إن أنا أضحك عليك لغاية لما تمضي، على إن أنا هجدد لك إن أنت هتستمر معانا بس بشرط هتتنازل عن المستحقات المتأخرة. فاللعيب يمضي ثم يفاجأ إنه بره القائمة ويتم الاستغناء عنه. ده اتكرر كتير من غير ما حد من الناس دي يفتح بقه، من غير ما حد يقول اخلاقيا ده كان خطا كبير جدا، بس ما حدش يتكلم خالص. هو احنا يعني انا ما معلش مش من هواه ان انا المقارنات والمقاربات، انا بتكلم عن النادي الاهلي. ها لا، انا بتكلم على حراسه القيم. حراسه القيم انت دخلت النادي الاهلي يا استاذ محمد، ها، عشان كل اللي خرجت بيه من النادي الاهلي شويه الشغل السلبي ده، دي رؤيتك في النادي الاهلي شويه الشغل السلبي ده، انك تفضل تبخ هذا الكلام على الرغم انك تعلم مش هتوصل لنتيجه. اصل في الاخر خالص يعني هو عايز يقول يعني ان كله بقى بعد حكايه عبد الله السعيد لا لك احنا كنا غلطانين. ها ده الكلام ده لو كانوا لقوا جدوى مما فعله كابتن عبد الله السعيد. ولذلك انا بقول لك ربنا بيكافئك على مواقفك الصعبه. صحيح. تتحل بالشكل النموذجي ده. صحيح. فانت تحفظ الحقوق والقيمه والتقاليد. ورغم كده يعني لا، لعيبه الاهلي مخلصه جدا. محترمه جدا. ومحترمه جدا. وعارفين امتى يعني يدلعوا على الاهلي والاهلي يقبل العشم، ها، ويرد الجميل. بس ايه، هات لي بطولات ومالكش دعوه واتفرج على اللي هيحصل للنادي الاهلي. هات لي بطولات ومالكش دعوه، بس المهم تكسب. وزي النهارده في اي يوم كان فيه فوز وفرحه وسعاده للاهلي، 7 ابريل
1957 الأهلي فاز على الزمالك 2-0 في الدوري، سجلهم سيد الدوزوي. بس للأسف ما كانش فيه بقى تلفزيون. سيد الدوزوي ده هدافي المفضل، وكنت أحب النادي الأهلي وأحب سيد الدوزوي. سيد الدوزوي كان في المصري وكنت أحبه. إيه من إيه؟ من الإذاعة ومن الجرايد، ما إحنا ما كانش فيه حاجة. كنت صغير يعني. أيوه. ويتحقق حلمي الأكبر أن ينتقل سيد الدوزوي إلى النادي الأهلي. فيزداد عشقي، بس هو انتقل كبير في السن. ورغم كده استطاع أن يقدم بصمات رائعة. هذا واحد من أساطير الهدافين في تاريخ الكرة المصرية. لاعب فطري. ولما تشوفه وكأنه ولد وعنده 60 سنة. أنا تقريبا عملت له آخر حوار، يعني التقيته وهو فراش المرض. وجسمه نحيل وعنده نوع من الأتب، وما يجري يجري ترط، مفيش سبرنتات، لكن شمم بوز جزمته الكورة ما تعرفش هيتعمل فيها ايه. يعني كان ساحر. وانا هنبش كده في لقطة معينة لو لقيناه، كان مع القناة او في السويس، وكان الجون اسمه سافا والماتش متأزم، واخر ربع ساعه الشربيني رفع كورتين من الوين، كان بيلعب انجرايد، وفي الكورتين هو من وسط بتاع ده يمد بوز جزمته كده وما بتنزلش رجله على الارض، يوقفها كده وينقلها. وسافا عامل كده، والصوره لو انت هتلاقيها عندك في الاخبار. الصوره دي هدفين من صنع الحواه يحرزهما الدوزوي في شباك سافا. انا فاكر المانشيت والعنوان، وسافا عامل كده وكره في سقف الجول. حاوي، انا حضرت الماتش ده في الملعب. طيب، كمان في 9 ابريل لكن 2005 الاهلي بيفوز على اتحاد العاصمه الجزائري في الجزائر 1-0 بهدف محمد بركات في دوري ابطال افريقيا. نفكر حضراتكم بيه. تركان ادي هنا على طول تتلعب، عماد متعب عدى عماد وهنا يقع، ويقع من نون زبدود، والتصويبه هي الاول هي الاول هي الاول. الله الله الله، هدف حلو جدا. عارفين مين اللي جابه؟ ده باقي محمد بركات، نجم النادي الاهلي في هذا الدوري. محمد بركات يعلن عن فرحه اولى بتحمل لون التيشيرت الازرق والفرحه حمراء هنا في القاهره. يا هدف رائع لمحمد بركات. في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 5 من غزوة أهلوية زرقاء النهاردة بلون التيشيرت الأزرق، واحد لا شيء، فيمر معها الصمت إلى الجماهير، إلى جماهير طبعا اتحاد العاصمة. محمد بركات لعيب لعيب لعيب. واحد لا شيء، هنا وقع الراجل، شكرا جزيلا. عموما وادي التصويبة من محمد بركات مرت إلى داخل الشباك تعلن. وإذا كان الدوزوي حاوي فبركوت زئبقي صحيح، وكلهم لاعب على فكرة، في برضو ملامح جسمية، بس بركات كان يعني أقوى أطول وأقوى، لكن نفس النحيل كده ورشيق ولعيب مبدع يعني. طيب، في 9 إبريل 1999 الأهلي بيفوز على الزمالك كمان 2-0 بعد انسحاب الزمالك نظرا لاحتساب الحكم الفرنسي مارك باتا او طرده لايمن عبد العزيز لاعب الزمالك لدخوله العنيف على ابراهيم حسن. نشوف لحظه انسحاب الزمالك من الاهلي في هذه المباراه، نفكركم بيها. شوف مع بعض بقى فاروق جعفر خطته ايه، ومستر السبل عامل له ايه، وسيد عبد الحفيظ والضربه الركنيه، و ضربة رأس وتطلع ضربة مرمى لنادي الزمالك. محمد القط وابراهيم سعيد أمامية، يقطع سامي الشيشيني وماشي، من اللعيبة كويسة ولكن الإصابات أخرته كتير، إنما هادي خشبة يقطع كارت احمر، طلع على طول، هنشوفه مره تانية. وطبعا ما حدش متوقع بقى انه
يرفع على طول كارت احمر، انما الحكم قراره هيبقى نهائي. توتر شديد، هنشوف اللعبة مرة تانية. وهنشوف طبعا قرار الحكم هيبقى نهائي. لقاء الاهلي والزمالك اللي متوقف بقاله دلوقتي حوالي 5 6 دقائق، واللي اتوقف عشان الكوره اللي هتشوفوها حضراتكم دلوقتي اللي مبعوته اهو متمرره لابراهيم وداخل ايمن على طول وعمل الفاول، والحكم الفرنسي مارك على طول طلع الكارت الاحمر، ثم توالت الاحداث اللي حضراتكم شفتوها قدامكم على الشاشه حتى الان. طيب ده حكم فرنسي، بس حكام اوروبا وكل العالم بينحازوا للاهلي، لكن الحقيقه المباراه دي كانت في 99، بعديها بسنتين 2001 الاهلي بيكسب الزمالك 6-1، كابتن فاروق جعفر بعدها بعد مباراه 6-1 كان له تصريح مهم، قال شفتوا انا ليه انسحبت في المباراه بتاعت ايمن عبد العزيز، اللي حصل النهارده كان هيحصل ساعتها في الإشارة الواضحة إنه الانسحاب كان خوفا من وقوع هزيمة تقيلة، ده حصل وقتها. وعموما مش هنتكلم، نشوف صاحب الواقعة نفسها اللي اطرد وبناء عليه الزمالك انسحب، أيمن عبد العزيز يتحدث مع كابتن أحمد شوبير في صدى البلد عن كواليس هذه المباراة. كابتن ايمن خلينا نتكلم في حديث الذكريات شويه، تعالى نتكلم، فاكر ماتش اهلي والزمالك اللي انت خلصت عليه بدري بدري؟ الحمد لله. 3 دقايق بالظبط. 3 دقايق. قول لي ايه اللي احكي لنا بقى لاول مره الكواليس الناس ما تعرفهاش، بس احكي لي بامانه بقى. والله الناس ما تعرفوش ان الحكم كان اسمه باتا فرنسا، مارك باتا الحكم الوحيد اللي ما شهد فرنسا لحد دلوقتي. الواقع في حد ذاتها كانت بيني وبين الكابتن ابراهيم حسن، يمكن انا على طول كنت بلعب في وسط الملعب ديفندر ديفندر. المباراه الوحيده الكابتن فاروق جعفر كان مدير فني نادي الزمالك قال عايزك تلعب ناحيه الشمال عشان تلعب على الكابتن ابراهيم حسن، كان ساعتها قوه طبعا ضربه في النادي طبعا، قال لي انت الوحيد اللي هتقدر توقفه. كويس. انا وقفت له الماتش خالص عشان يعني اجيله على القصه كلها. الواقع انا شايف ابراهيم سعيد كان بيلعب سيرد باك، فهو بيحضر عشان يباصر الكابتن ابراهيم حسن، وانا غالبا بقرا الكوره شايفها، فرايح وانا رايح بتزحلق طبيعي. الكابتن ابراهيم حط رجله، فالكوره والتاكلينج نفسه والعنف اللي كان فيها الحكم ان انت لازم تطرد. وكان لسه قانون جديد، كان لسه حتى ما طبقش، يعني احنا مش عارفينه في مصر. كان طبق بره لسه ما طبقش في مصر. لسه ما في مصر، وحتى لما جه الراجل ما قالناش. ما هو على اساس ان احنا عارفين يعني. لكن هو خلاص كان لازم ياخد القرار، وخد القرار طبعا. ساعتها طبعا مجلس اداره نادي الزمالك اتحل. لا ايه اللي حصل بقى الثلاث اربع خمس دقائق بتوع الانسحاب بعد الطرد مباشره؟ كابتن فاروق طبعا يعني والجهاز كانوا بيعقدوا عليك امال كبيره جدا، فكونك تطرد في الوقت ده فاكيد هتحصل مشكله كبيره. دخلنا اوضه اللبس، نزل الدكتور اسماعيل سليم كان مجلس النادي ومجلس الاداره وكلهم بصراحه كانوا عايزيننا نلعب. لكن برافو دانيال، والله دانيال متألق. معظم اللعيبه والجهاز شايفين انها تحصل مشكله، حصلت طبعا مشاكل كتير جوه الاوضه، حصل جوه الاوضه مشاكل بيننا وبين بعض المجلس والجهاز. ايه بقى قول لي، لا احكي لي بقى اول مره. الناس منقسمه. مين بقى قول لي مين اللي كان مؤيد ان انت تلعبه ومين مؤيد ان انت تسحبه؟ احكي بقى الاسرار مره بقى. لا المؤيد بص، المؤيد اللي كان نلعب كان مجلس اداره. مجلس اداره. كانوا عايزيننا نلعب طبعا. لكن كان طارق مصطفى موجود ومحمد صبري موجود. غالبا كانوا لعيبه. هم اللي يعني مصرين ان احنا ما نلعبش. يعني ان احنا بتفقد قوه كبيره موجوده عندك، واجواء بتاعه الماتش وثلاث دقايق ومباراه زمالك واهلي، ف فممكن تحصل مشكلة. خصوصا ان كان قبلها كان في مباراة كابتن محمود طرد والزمالك خسر اعتقد 3-0، فهم خايفين ان المشهد يتكرر تاني. اكثر من ملاحظة في هذا الحديث، وهو الحقيقة شوبير استطاع بذكاء انه يخرج كل الحقائق. القانون بتاع الطرد نتيجة الالعاب اللي هذا من نوع كان لسه جديد،
والحكم طبق القانون باعتراف كابتن أيمن، وكابتن أيمن لعب هذا بشكل عنيف لأن كان مطالب جزء من الخطة. إبراهيم حسن ما تسلمش الكرة وتصرف فيها. أما الكواليس بقى هي المشكلة. سيبك بقى حكم خد قرار ولحظة انفعال ممكن تاخد قرار تندم عليه، لكن يتلاحظ أن مجلس الإدارة يريد أن يستمر واللعيبة مش عايزة، فاللي يمشي رأي اللعيبة. دي ملاحظة فين؟ يمشي رأي اللعيبة؟ ده لما مشي مش رأي اللعيبة، تجاوبة اللعيبة مع رأي المدرب وقفت 17 لعيب. يا جماعة هو هنا يكمن هنا القصة كلها. أيوة. يا جماعة هو ده مربط وعلى الفرق. فكرة هم عارفين والله، والحقيقة بينهم في جلساتهم بيقولوا هذا الكلام. أيوة. ودلوقتي ابتدت تطلع إلى العلن. يعني ضربات الجزاء والتمثيليات والمجاملات، والكابتن فاروق يقول لك لا مش بس فاروق وكذا، كل الضربات تفويت فرق. الماتشات ويطلع لك جون المحلة اسمه نصر فاروق، نصر فاروق يقول لك حكم السوبر اللي دخل السجن بيدرس متابيل، لا ده اللي قال اللي دفع له طلعت الأواس هي مناولة واحد تاني، لكن هو اللي دفع قال لي جه قال لي اديني 3000 دولار الراجل عايزها كده. ايوه قال لي كده واحنا راجعين في الطياره، ما كان راكب معانا طلعت الاواس راجل اعمال زملكاوي وراجعين من جوهانسبرج 94 بهذا معايا. قال لي عم انت واخدني معاك في الطياره، ما هو انت غرمتني 3000 دولار. قلت له ازاي؟ قال لي ما جالي فلان قال لي الراجل المتبلع عايز 3000 دولار. اوبا اديتهم على فكره. لو شريت المباراه بتاعت السوبر قلت له طب المهم انت ما تاكدتش ان انت وصلوا المتبلع غير لما طبعا لعب في المباراه والاهرام الرياضي كان تقرير متابيلا مش بس الايقاف تقرير متابيلا اللي اوقف بيه النادي الاهلي. يعني هو توقف الكابتن طارق سليم قال لك كان هيعتدي عليا بالضرب، وتوقف فيه هاريس كانت تقرير وحش هناك. ده محمد يوسف اتطرد عشان بياخد الكرة من ايدي اشرف يوسف. ايوه عايز يلعب الاول عايزين امطرده في حين ان في وقع عنف ضرب. ايوه لحد من لعيبه لا لا الماتش كان واضح جدا. الماتش كان واضح جدا. فالايام هي اللي بتجيب لك الحقيقه لحد عندك. الواقعه الاخيره انا ارجو بس من كل الشباب اللي طالع الايام دي يتفرج على الكلام ده مره واثنين وثلاثه عشان ما يقعش فريسه التضليل. عشان ما يقعش فريسة التضليل، وعشان كمان يعرف حقيقة الأهلي. هذه الأيام بتمر ذكلية جدا 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 على كل أهلاوي. بعد الفاصل تفاصيل مهمة. يا أهلي شوف ولادك والبنود، شوف كتايبك، شوف ولادك والحشود، وانت دايما دايما في الامام. هذا ما ابدع فكري باشا أباظة ولحن محمد الشريف من عقود طويله مضت، وكان ساعتها انت دايما دايما في الامام. 111 سنه تمر هذه الايام في شهر ابريل على نشاه ناد اريد له ان يكون في الامام، واذا به بعد محمد الشريف ده اللي عمل 11 سنه في الامام الأغنية النشيد المصري اللي أصبح السلام الوطني لليبيا. 111 سنة اللي هو أظن والله زمان يا سلاحي. 111 سنة الثلاث وحيد الرقم الكبير المهم جدا للنادي الأهلي. الأول بقى بما إنك ذكرت على الثلاث وحيد وذكرى علي لطفي واللي هنتكلم فيه عمر لطفي واللي هنتكلم فيها بسبب شخصية نادرة لها الفضل كل الفضل في نشأة النادي الأهلي أو معظم الفضل. لازم أشكر بالفضل أيضا الجهود اللي حضرتك كنت على رأس مجموعة العمل عشان تقدم في هذا الشهر الذي يواكب أول اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي وإشهار النادي في إبريل
احتفالية خاصة بعدد خاص. يا جماعة مجلة الأهلي عاملة لكم موسوعة، أنا مش ببالغ، هي موسوعة وهتتباع ب10 جنيه فقط المجلة الشهرية ليوم 23 ابريل ان شاء الله. 23 ابريل ما انا بتكلم. انا قلت ايه؟ 23 ابريل. فكل ما تريد ان تعلمه عن نشأة الاهلي، رموزه وتاريخه والعابه وبطولاته في كل الالعاب، عدد هتحتفظ به في مكتبتك ليك ولاولادك، موسوعه مصغره لحد ما الاستاذ ابراهيم يوعدنا على الهوا دلوقتي انه يعمل الموسوعه الكبيره حتى لو كلفت 100 جنيه العدد ان شاء الله. بس احنا في العمل ده الحقيقه ومشكورين كل الزملاء في المجله، الناس تعرف الاهلي خد كام بطوله في الكوره، بس مش كتير يعرف كره السله بدات ازاي والاهلي خد فيها كام بطوله. بطوله الكره الطايره اللي الناس فرحانه بيها جذورها في النادي ايه، وازاي بدات في النادي الاهلي، والاهلي ايه عدد بطولاته في كل لعبه. فهتلاقي هذا العدد الموسوعي موسوعة بجد، كل البطولات، كل الألعاب، كل المقارنات، كل المواقف التاريخية اللي الأهلي خدها، كل موقف الأهلي خده بينحاز فيه لمبدأ هتلاقوا قصته ومستنداته وصوره. كل نجم إدى للنادي الأهلي عدد أهدافه، حجم تأثيره، أرقام بطولاته، قصته مع الأهلي هتلاقيها. أعضاء مجالس إدارات النادي الأهلي في تاريخه كل الناس عارفة أنه مجلس الإدارة الحالي برئاسة الكابتن الخطيب فيه فلان وفلان وفلان، بس ما حدش يعرف هو كل مجلس إدارة من 1907 لغاية النهاردة التلات وحيد دول مين هم اللي شغلوا عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي. مؤكد ليهم أحفاد وأنجال في أحفاد في أحفاد يهمهم جدا. وده على فكرة دي المناسبة اللي أنا بناشد أحفاد هؤلاء المؤسسين العظام. كتير يا باشمهندس لما بنقول عايزين نتواصل يتصلوا بينا مع أحفاد عمر لطفي، أحفاد عبد الخالق باشا ثروت، أحفاد أحمد عبود باشا، أحفاد مصطفى كامل، أحفاد مصطفى كامل، أحفاد عبود باشا، أحفاد طلعت حرب، كل هؤلاء الأحفاد من هذه الأسر العريقة الأهلوية الكبيرة إحنا يهمنا هذا التواصل، لأنه أنا أعتقد تكريم هذه ما تحط الأجيال يا أستاذ إبراهيم عشان الناس تتواصل معك. هتوصل يعني أعتقد يتواصلوا مع النادي من خلال المركز الإعلامي في النادي. صعب يعني إن حد يدور على يعني أي حد من هؤلاء الأحفاد على الموقع الرسمي للنادي الأهلي، على الإيميل الخاص بي، على عندكم 20 وسيلة يقدروا أحفاد، بالذات أحفاد الرموز الكبيرة على اللي فكره علاقتها. انا شوف الناس ايه ده لما احنا جبنا مدام ماجده التتش ومدام ناديه التتش، يا سلام، ده هم نفسهم مدام ماجده ومدام ناديه يعني سعادتهم كانت تاريخيه يعني بالظبط. فنتمنى نقدر وسيله للتواصل مع احفاد وانجال احفاد هذه الرموز الاهلاويه الكبيره. اذا ذكر الاهلي ذكر الدور الوطني، وده يمكن حلقة النهاردة احنا معنيين بالحديث عن حقبة التأسيس. ليه النادي الأهلي نشأ؟ مهم جدا انه كل حد فرحان بالأهلي، سعيد بالأهلي، فخور بالأهلي يعرف كل الناس دي. على فكرة ده الاجتماع الأول لمجلس إدارة النادي عمر لطفي، أول واحد على اليمين كده اللي هو جزء من طربوشه متاخد في المنوال. فبصوا عظماء هذا الزمن رجال الحركة الوطنية المصرية، مصر في مطلع القرن بتناضل ضد الاحتلال الإنجليزي، بس ما هوش النضال العنيف، يعني مش ناس بتحدف طوب، نضال مفكرين ونضال بشوات ونضال حركة ليبرالية وطنية ساعتها، نضال حركة رأسمالية ناشئة، نضال رجال أعمال بيسعوا إلى تمصير الاقتصاد المصري من خلال طلعت باشا حرب. فهتلاقوا جهود بفكر مختلف شوية لم يجنح للعنف وقتها، يعني كانوا مهتمين جدا بإسكاء الروح المصرية ثم بإقناع أوروبا والعالم الخارجي
بحق مصر في الجلاء. المخرج يعني جاب لي الصوره بقى مش متاخد طربوش اهو. العالمين خالص ده. فعشان كده هذه الاجواء من هؤلاء الشبان الطلبه بدات بفكره نادي طلبه المدارس العليا. ناس كتيره بترفض من المؤرخين او المعنيين بالتاريخ بيرفضوا الربط ما بين الاهلي كنادي ونادي طلبه المدارس العليا. لكن لما تشوفوا مين اللي اسس نادي طلبه المدارس العليا قبل نشاه النادي الاهلي بسنتين تعرفوا انه ده نادي المدارس العليا سنه 1905 سنتين قبل النادي الاهلي. كانت الفكره يا استاذ ابراهيم ان هو قال لك في فراغ الطلبه بتخلص الامتحان وبعدين بينصرف كل الى من الاقاليم والمحافظات وهذا الفراغ بيؤدي الى مفيش وحده في الفكر تربطهم ببلدهم تربطهم بقضايا الدوله بالبلد فلازم يتعمل لهم نادي يتجمعوا فيه على مدى العام واصبح الشان السياسي والشان الاجتماعي هو اللي اتبنى عليه هذا النادي وعندما يطرح فكره الله لماذا لا نستكمل شخصيه بناء الشاب المصري بالاهتمام بالرياضه وتمصير هذا القطاع اللي اول يعني نادي شعبي ينشا علشان يقاوم بقى انديه الانجليزي والاجانب فجاءت فكره النادي الاهلي لا في ربط مين قال ما فيش ربط طيب الربط كمان من الاشخاص المؤرخ الكبير جدا عبد الرحمن الرافعي وهو بيوثق حركه الطلبه في انشاء نادي طلبه المدارس العليا بيقول في كتابه مصطفى كامل باعث الحركه الوطنيه وخلينا هنا نستكشف علاقة مصطفى كامل بالنادي الأهلي لأنه هو حيموت قبل النشأة لكنه التأكيد على علاقته البذرة بزمايله اللي حملوا اللواء حتى كانت صحيفة اللواء اللي حملوا اللواء في الدفاع عن المسألة المصرية إزاي رصدها عبد الرحمن الرافعي في كتابه مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية بيقول مع استمرار الاحتلال الإنجليزي وما رافقه من مساوئ ارتفعت الدعوات لمقاومة الاحتلال وبدأت عقول وقلوب شباب الوطن تتفتح وتغضب ونبتت زهور الوطنية التي روتها خطب مصطفى كامل لتحرير الوطن ده كلام الرافعي وفكر مصطفى كامل ورفاقه رجال الحزب الوطني مش الحزب الوطني بتاع لا في كيفية استثمار ورعاية النبتة الجديدة وأجمعوا على أن الحل هو إنشاء نادي للمدارس العليا يجمع هؤلاء الطلبة يجمعهم في اتجاه تحقيق هدف واحد وبيقول الرافعي بدأ التفكير في إنشاء النادي في أكتوبر من سنة 1905 وتألفت لجنة تأسيسية برئاسة الدكتور عبد العزيز بك نظمي الأستاذ بكلية الطب بيقولوا مدرسة الطب وقتها بدأت اللجنة في الاكتتاب لتوفير رأس المال لبناء هذا النادي اللي هو نادي طلبة المدارس العليا ودي النواهي الأولى لنشأة النادي الأهلي ليه؟ اجتمعت أول جمعية تأسيسية لنادي طلبة المدارس العليا يوم الجمعة وده قيمة التاريخ بصوا الأحداث موثقة باليوم يوم الجمعة 8 ديسمبر 1905 اجتمعوا فين؟ في إحدى قاعات مدرسة الطب لانتخاب مجلس إدارة النادي اللي هو نادي طلبة المدارس العليا حضر كام الاجتماع ده 200 طالب 200 طالب من مختلف المدارس العليا من مختلف الكليات وعدد كبير من الخريجين طب ايه علاقة ده بالنادي الأهلي في الاسم اللي جاي تكتشفوا انه هؤلاء الطلبة وقتها انتخبوا لنادي طلبة المدارس العليا عمر بك لطفي رئيسا لنادي طلبة المدارس العليا ده حفل افتتاح نادي طلبة المدارس العليا عشان كده بنقول لكم دي صور نادرة يا جماعة ده التاريخ بعينه بقول لك ده هيلاقوا الكلام ده في مجلة الأهلي وده انت هتلاقي القصة الكاملة الحقيقة زميلنا محمد مصطفى راويها بتفاصيل شديدة فيها إسهاب كتير في العدد الموسوعي أخيرا يعني عرفت تاخد منه الموثق حاجة تاريخية جميلة فده من كتاب الرافعي انا شفت قلت من كتاب الرافعي
أسفرت هذه العملية عن اختيار عمر بيك لطفي رئيسا للنادي، وكان من أخلص أصدقاء مصطفى كامل. يبقى كده عرفنا علاقة مصطفى كامل بنشأة النادي الأهلي، أخلص خلصائه وأعز أصدقائه ورفيقه في درب الكفاح الوطني عمر بيك لطفي هو اللي ترأس نادي طلبة المدارس العليا. واضح انهم كانوا طول النهار والليل بيتودودوا مع بعض، معنيين بشأن الشباب. شوفوا هتلاقوا اللي انتخبوا من قبل ال 200 طالب بتوع الكليات اللي انتخبوا لمجلس إدارة نادي طلبة المدارس العليا هم نفسهم اللي هيأسسوا النادي الأهلي. ده الربط المباشر والوثيق. هنلاقي عمر بيك لطفي انتخب رئيسا، عبد الخالق ثروت ضروري، عبد الخالق ثروت عن خريجي كليه الحقوق او مدرسه الحقوق، واحمد سامي، امين بيك سامي واحمد بيك عزي عن خريجي مدرسه المهندس خانه اللي هي كليه الهندسه، الدكاتره عبد العزيز بيك فهمي وعبد المجيد محمود عن خريجي مدرسه الطب، ده غير المستشار عبد المجيد محمود ومحمد علي دولار بيك وعلي حسن المصري عن خريجي مدرسه، يعني شوف الدولار من امتى. بص بقى الدولار هتكتشف انه ده اول امين صندوق للنادي الاهلي. دولار، محمد علي دولار، لازم يبقى امين اول طبعا ده يعني شوف برضو خالد الدرندلي امتداد لمين؟ للدولار. للدولار بس ده ايوه استليني بقى ده يورو. وكان ضمن هذه المجموعه اسماعيل افندي زهدي واحمد افندي امين عن طلبه الحقوق، وحافظ افندي عفيفي وفؤاد افندي صدقي عن طلبه الطب، وسامي افندي عصمت ونجيب افندي مرتضى عن طلبه المهندس خانه مرتضى. طيب وتم افتتاح نادي المدارس العليا. بدا مجلس اداره نادي المدارس العليا التجهيز لافتتاحه. اتخذ مقر برضه ما بعدش كتير في 4 شارع قصر النيل بالقرب من فندق سافواي القديم، وافتتح نادي طلبة المدارس العليا 5 ابريل 1906. ابريل برضه 5 ابريل 1906 سنة واحدة بعديها كانت نشأة النادي الأهلي. انت ربطت الربط الواضح السهل بين نشأة الأهلي انه من رحم نادي الطلبة، ان فعلا معظم الأعضاء مجلس إدارة والمؤسسين لنادي الطلبة المصريين هم ده عبد الخالق ثروت رأس النادي بعد كده. مش كده، ما ده اللي بقوله، أصبح رموزه. بالظبط، أصبح رموزه بعد كده. بالظبط، هي دي النواهي المباشرة. ألقى عمر بيك لطفي خطاب الافتتاح لنادي طلبة المدارس العليا يوم الخميس 5 إبريل 1906. أعقبه وزير المعارف وصدحت الموسيقى العسكرية وأعجب الجميع بالنادي ونظامه. قعد النادي ده كتير 3 سنين. تضاعف عدد أعضائه. تأسيسه بعث روح كتيرة من التضامن الوطني، كان يهمهم جدا إيقاظ الحس الوطني. المهم المحصلة، نظموا رحلات ومسابقات. المحصلة بقى إنجلترا أغلقته في 1914 مع بداية الحرب العالمية الأولى. لمزيد من التوثيق والتاريخ، ده صورة كرنيه لنادي طلبة المدارس العليا. الكفر بيبقى جلد وكان بينطوي كده بيتقفل. بالظبط. بيتفتح كده يبقى ده اللي جواه. ده كرنيه أمين أفندي الرفعي 1908 طالب في مدرسة الحقوق الخديوية. أمين أفندي الرفعي. يعني أنت عايز تقول لهم اللي عنده تاريخي يجي يقعد ريحي؟ حاجة كده يعني؟ إيه ده بقى؟ ما هو ده تاريخ. إيه العبقريات ده؟ الله. استنى اللي عنده يعني هيقول لك عدل القيعي، اللي عنده تاريخي يقعد ريحي. ده ما حدش يقعد جنبك خالص. لا ما هو طب والنبي هتقولي حد. ما هو ده اللي الناس قالت لك أنا الأهلي، أنت مين؟ بصوا الجذور الوطنية عشان تعرفوا الوطنية ما بتجيش تتكتب على يافطة صدقوني. هو بس اللي أنا عايز أقوله إيه؟ عشان القراية الكتيرة عايزين باستيعابك العبقري نتيجة هذه القراءات. يعني أنا ملاحظ وهذا مذكور هنا إن من رموز نادي الطلبة المصريين تأسست بقى حركة المدارس الشعبية، وتأسس النقابات، وتأسس الجمعيات التعاونية، وتأسس يعني أصبحوا هذه
الرموز الوطنية رموز في قيادة المجتمع وتطويره. لما تلاقوا النادي الأهلي شغوف جدا بأنه يمارس هذا الدور المجتمعي، ولما تلاقوا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في 2018 يحرص ومجلس إدارته أنه يعمل حاجة اسمها اللجنة المجتمعية ويوكل رئاستها إلى الكابتن مصطفى عبده، عشان تعمل إيه؟ عشان تحنو على الغلابة، عشان تساعد في المشروعات الخيرية، عشان تساهم في تفعيل علاقة الأهلي بمجتمعه ورموزه. كلام ده تتذكر رموزه. كلام ده لم ينبت من فراغ، لأنه لو مددت الخيط على آخره هتوصل لأنه عمر لطفي مؤسس النادي الأهلي وصاحب فكرته أحد أهم رموز الحركة التعاونية في مصر. بصوا الربط التاريخي، الحركة التعاونية إن احنا نعيش متعاونين، فيها من التضامن وفيها من التكافل الاجتماعي وفيها من مساعدة الغير، كل هذه القيم الإنسانية النبيلة هي دي الأرضية الإنسانية اللي نبتت عليها فكرة النادي الأهلي مع دوره الوطني. ممكن نتوقف هنا لحظة؟ من هنا اختلاف الأهلي. هو نادي معني بالرياضة وكرة القدم تحديدا، وتواجه الإنجليز وبعد كده تيجي الرياضات بعد كده، لكن هو كان له فلسفة. فلسفته كل اللي انت قلته ده، لا ليس مجرد نادي رياضي، إنه هو نادي وطني، نادي للوطنية. فلما الناس ييجوا الناس تطلق عليه النادي الأهلي معقل الوطنية، هو لم يطلق على نفسه هذا الكلام، صحيح، إنما تاريخه أفرز لنا هذا التفسير، هي دي حقيقته. عمر بيك لطفي رائد العمل التعاوني في مصر، رائد التعاونيات في مصر، صديق وزميل مصطفى كامل، ده عمر لطفي. كل حد بيحب النادي الأهلي لازم أن يذكر هذا الرجل بكل الخير، تعظيم سلام. ده لولا هو ما كانش بقى فيه النادي الأهلي، ده الأب الروحي التاريخي المؤسس للنادي الأهلي، ده صاحب الفكرة، ده أول من ألقى باللبنة الأولى لنشأة النادي الأهلي. مين هو عمر بيك لطفي؟ شأن كتير من أسر عربية أو عائلات عربية عريقة نزحت إلى البلاد كانت عيلة عمر لطفي جاية من المغرب العربي وعاشت في مصر. ولد عمر لطفي في الإسكندرية، حلت عائلته بالقطر المصري أوائل القرن ال19، والده كان بيشتغل ممثل لدولة المغرب الأقصى في مصر، استقرت عائلته في مصر شأن العديد من العائلات والجاليات العربية. يعني ممثل أكنه سفير يعني. أيوة. ولد عمر لطفي بن يوسف عاشور، ده اسمه الرباعي، عمر لطفي بن يوسف عاشور، اتولد في الإسكندرية 1868. ومهم جدا جدا انه اي حد تعرف من سلالة عمر لطفي ممكن ترجع لنا بلقطة كده بس يتواصل معانا بعد كده. عارف، ارجع لنا باللقطة اللي فيها حركة الترماي وحركة الناس في الشارع. انت مش بس بتوثق لتاريخ الاهلي، انت بتوثق من خلال هذه اللقطات الحية. لا حرك بقى شوية كده، طيب بالك. لا انا عايزك تبص للنبي، انت حارم نفسك من متعة اهو. اتفرج انت بتوثق لتاريخ مصر. بص حركة المجتمع وقتها، ده طلبة وجنود واحتلال وما انا بقول لك، واحتلال وكورة ينبع النادي الأهلي عشان يحتوي كل هذا. حد كان شايف لا مصر؟ لا بص، عارف يعني عظمة الأهلي وعبقريته، إنه أسسه الأرستقراطيون والتف حوله جموع الشعب البسيط. إذا كان الأرستقراطي هو رائد التعاونيات، بص النبل في الأحلام، هو أرستقراطي نبيل، ابن سفير لكن هو همه الناس، توهجه كل قضيته كانت الناس. عشان كده عمل نادي الطلبة، النادي الأهلي، التعاونيات، كل مشوار حياته
تعلم عمر لطفي اللي اتولد 1868 في مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية اللي أنشأت بجهد عبد الله النديم وفكره لتعليم النشأ تعليما غير جاف، وهو ما كانت تسير عليه مدارس الحكومة وقتها، إلا بالإضافة إلى أن النديم بث فيها الروح الوطنية والشعور القومي، وكان ذلك غرضا جديدا وليدا مسيرا لروح البلاد. عمر لطفي بقى جه من اسكندرية للقاهرة. يعني هو اتولد 68 وتخرج 86. اه صحيح. جه القاهرة عشان يكمل دراسته، فضل دخل مدرسة الإدارة والقضاء اللي سميت فيما بعد مدرسة الحقوق الخديوية. تخرج 1886 في قسم قضايا الدولة، ثم اشتغل في مكتب محاماة تابع لسعد زغلول لما كان بيشتغل محامي، وهنا تكمن العلاقة الثانية بسعد باشا زغلول. شوفوا العلاقة الأولانية، علاقته مع مصطفى كامل، ثم علاقة عمل في مكتب المحاماة مع سعد زغلول. وأذكر في كتاب الأستاذ حسن المسكاوي اللي من الكتب المهمة عن تاريخ النادي الأهلي، النادي الأهلي بطولة في الرياضة والوطنية من 1907 إلى 1997. أستاذ حسن المسكاوي التقى وهو بيجهز هذا الكتاب بالكاتب الكبير الأستاذ مصطفى أمين عليه رحمة الله، ولأنه مصطفى أمين أحد أبناء عائلة أو أسرة سعد زغلول، يبقى خاله، ونشأ وتربى مصطفى وعلي أمين في بيت الأمة. فتحدث مصطفى أمين في كتاب حسن المسكاوي عن علاقة سعد زغلول بالنادي الأهلي، وقال كنا نلمس شغفه جدا بالنادي الأهلي، حبه جدا للنادي الأهلي، حرصه جدا على النادي الأهلي، وكان دائما ما حريص يروح يتفرج على ماتشات كتيرة لفريق النادي الأهلي. وقال مصطفى أمين أنه من الحاجات اللي كان بيعتز بيها سعد زغلول أنه ترأس أول اجتماع للجمعية العمومية للنادي الأهلي. فدي العلاقة المباشرة لمصطفى كامل في مهد النادي الأهلي، ثم مع سعد زغلول هو ده يا اللي اشتغل عمر لطفي في مكتبه. ما بينورش عندنا لمبة. هو الناس ليه على أعلى مستوياتها السياسية كانت مهمومة بالشارع ومهمومة بالرياضة ومهمومة واخدة الأمور جد؟ يعني سعد زغلول وهو ما إن هو لا، ده النادي الأهلي بالنسبة له كان شيء مهم، يحضر أول جمعية عمومية ويترأسها. مصطفى كامل وهو الخطيب المفوه مفجر جزوة الوطنية عند الشباب اللي خلاه يغضب ويصور، وبعد كده لا، ده هو شريك في نادي الطلبة المصريين ثم فكرة النادي الأهلي. سعد باشا زغلول. يعني دول الناس دي بكل همومها الوطنية ومستوياتها وزعاماتها واللي بتنفي واللي بيرجع، لعدهم وقت ينغمسوا في العمل العام ويفكروا طلعوا نادي يبقى اعظم منجزاتهم. طيب، كانت لنشأة عمر لطفي وتعليمه في مدرسة الجمعية الخيرية الأثر الكبير في تنامي الروح الوطنية عنده. عرف الكثير عن قضايا البلد وعن ظروف المجتمع. رسخ في ذهنه كيفية معالجة هذه الأمور. عمر لطفي شاف مصطفى كامل وهو بيقاوم، ما كانش غريب عليه انه يبقى من اخلص اصدقاء مصطفى كامل وسعد زغلول، ده اثقل شخصيته، دفعه لامعان فكره وعقله حتى ولدت فكره التعاون للخروج من الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه. بذكر التعاون، عمر لطفي كان مؤلفا في اكثر من مجال. يعني ألف كتاب الدعوة الجنائية في الشريعة الإسلامية، وده تقدم هذا الكتاب في مؤتمر المستشرقين بباريس، يعني كتبه كان بيقدمها في منتديات عالمية، وهو اللي كان بيمثل مصر. ومن أهم كتبه أيضا كتب في حرمة المساكن وحقوق المرأة وحقوق الدفاع عن الشريعة الإسلامية وكتاب الامتيازات الأجنبية، طبعا بينظر إليها أن دي مش من حقهم، والوجيز في شرح القانون الجنائي يعني في تخصصه. أما أبرز مؤلفاته فكانت في التعاونيات، إنشاء شركات التعاون، كتاب إنشاء شركات التعاون في مصر اللي أنت
هتتكلم عليه دلوقتي. عمر لطفي أسس شركة التعاون المالي وشركة التعاون المنزلي في اسكندرية وفي المنصورة وفي بني سويف. شوفوا الحركة ايه ده للأقاليم، ايه التدفق ده، والمنيا وحلوان. وده كان يعد تطبيق عملي لفكره، فكرة الناس لبعضيها. من الآخر فكرة ازاي الناس تقدر تساعد المحتاج، فكرة ازاي اقدر انمي روح التعاون تكافل. والتكافل والتضامن عند الناس عشان تحس بظروف بعضيها وتاخد ايد بعضيها. شوفوا هذه المشاعر الاخلاقية والانسانية والقيم العالية، هذه هي التربة التي نشأ فيها النادي الاهلي. جاهد عمر لطفي من اجل الخير لمصر. ابرز الاعمال، ترأس نادي طلبة المدارس العليا اللي انتخب رئيسا ليه زي ما قلت لكم، استمر رئيس له حتى وفاته عام 1911. يعني حتى بعد ما أسس النادي الأهلي بأربع سنين فضل رئيس نادي طلبة المدارس العليا. ما لغهوش بقى ولا كان مجداف ده. عشان كده ده يفسر هو ليه عمر لطفي صاحب فكرة نشأة النادي الأهلي لكنه لم يترأسه. هتلاقوا انه سمح لميشيل أنس، كان وكيل وزارة المالية الإنجليزي، سمح لي إن هو يترأس النادي لأول عشر شهور تقريبا من عمر نشأة النادي الأهلي لحين إنجاز كل الأوراق الخاصة مع سلطات الاحتلال. وبعد كده تبدأ مرحلة الحركة الوطنية الكاملة في مجلس إدارة النادي الأهلي. عمر لطفي بهذه القيمة لما يموت مين اللي بيرثيه؟ مين اللي يتكلم عن عمر لطفي؟ تلاقوا اللي بيرثي عمر لطفي أمير الشعراء أحمد شوقي. أحمد شوقي يكتب هذه القصيدة في رثاء عمر لطفي، ولما يتعمل حفل يتبارى الجميع في كتابة الشعر رثاء لروح رائد التعاونيات في مصر مؤسس النادي الأهلي. هقول لكم بعض الأبيات سريعا لأنه قصيدة كبيرة. بيقول له: العلم لا يعلي المراتب وحده، كم قدم العمل الرجال وأخر. على فكرة العمل طبعا، ما بص أحمد شوقي لو العلم ما ترجمش العمل ملوش قيمة. العلم لا يعلي المراتب وحده، كم قدم العمل الرجال وأخر. يا سيد النادي، بص يا سيد النادي وحامل همه، خلفته تحت الرزية موقرة. انت سبته حاجة وقورة جدا. شهد الأعادي كم سهرت لمجده، وغدوت في طلب المزيد مشمرة. انت يعني مشمر ساعديك وعمال تقول مزيد من الإنجازات. عشان كده الأهلي ما بيشبعش بطولات، لأنه اللي أسسه أحمد شوقي قال له: وغدوت في طلب المزيد مشمرة، ولبست عن حوض الشبيبة زائدا، حتى جزاك الله عنه الكوثرة. شبان مصر حيال قبرك خشع، لا يملكون سوى مدامعهم قرى. أسواك من أهل المبادئ. شوفوا بقى الناس اللي بتتكلم يقول لك المبادئ والتقاليد. بصوا أحمد شوقي بيصف عمر بيك لطفي مؤسس النادي الأهلي إيه. أسواك من أهل المبادئ من دعا للجد أو جمع القلوب النفرة. وبيقول النفارة اللي هم متنافرة المشتتين. شوف في الآخر بيقول له إيه: فعلي حفظ العهد حتى نلتقي، ليك علي أصون العشرة. فعلي حفظ العهد حتى نلتقي، وعليك أن ترعاه حتى نحشر. ده شوقي بيه الذي لخص ملامح واهتمامات عمر لطفي وقيمة هذا الرجل. والقصيدة فيها الكثير من الأبيات والكثير اللي كل واحد بيت منهم تقدر تشوف ملمح من ملامح شخصيته و
لكن النادي الاهلي بقى انشئ النادي الاهلي، ما النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم في هذه الاثناء بقى وهذه الظروف، عمر بيك لطفي رئيس نادي طلبه المدارس العليا شاف انه نادي طلبه المدارس العليا بما اكتظ به من عدد من الطلبه في هذا المكان وبهذه الفكره غير كافي للموضوع، لانه هؤلاء الطلبه في حاجه لنادي رياضي. طب احنا اتجمعنا هنفضل قاعدين في الشقه اللي في قصر النيل دي وخلاص؟ مش هينفع، 4 شارع قصر النيل. المساله محتاجه، العدد زاد، الحركه الوطنيه في الجلسات الانجليز بيرصدوها بالساهل، لا نجتمع تحت لواء رياضي. فجاءت الفكره لنشاه النادي الاهلي. ففكر عمر بيك لطفي في الخروج بنادي رياضي، عرض الفكره على اصدقاء ورفقاء النضال اعضاء نادي الطلبه، وكان على راسهم عبد الخالق باشا ثروت، ده بعد كده هتلاقوه رئيس وزراء مصر. عبد الخالق ثروت تحمس للفكره، وتثبت محاضر مجلس الاداره وجمعيات النادي العموميه ان عمر لطفي هو صاحب الفكره، فقد وقف دولة رئيس اللجنة العليا عبد الخالق ثروت متحدثا في الجمعية العمومية للنادي في جلستها المنعقدة في 6 فبراير 1919. قبل ما تقرا لنا بص الخط يا جماعة، صدقوني ما احنا هنروح لها، بس لا عايز اقول لك على حاجة، حد ايه هتقراها بالتفصيل وهتقول كل ده؟ ده جزء مهم جدا. الفكرة كلها في عبقرية تطوير الأهداف يا أستاذ إبراهيم، وانك تكبرها ازاي. هو ليه ما اكتفاش بنادي الطلبه المدارس العليا؟ ها لو انت رجل بهذا الزخم في الشخصيه والاهتمام ان افكارك تنهض بجموع الشعب، لا يوجد اسرع من الرياضه من يصل بالافكار المعقده الى مستوى الرجل البسيط. يعني انت النهارده لو جبت سيره النادي الاهلي عند اي رجل بسيط حتى سواء كان مثقف او مش مثقف، الا ما اقول لك اصل النادي الاهلي ده بتاع المبادئ والقيم. خلاص؟ ففكره انك انت تجمع الناس على اهدافك دي، فكان لابد من تطوير نادي طلبه المدارس العليا، اللي طبعا بعد ما كانوا بيخرجوا من المدارس كانوا بينصرفوا. لا، وعضويتهم في النادي، نادي طلبه المدارس، مقرونه بانهم يفضلوا طلبه. يفضلوا طلبه. طب اتخرج تروح فين؟ كان بقى شوف بقى فكره تطوير الهدف، الاحتفاظ بهذه الأعداد التي تتخرج، ثم إنها تلتحم بالمواطن البسيط وتبتدي تتزاوج الأفكار ويحدث رعاية لهذه المبادئ. يبقى الرياضة، يبقى النادي الأهلي نبت من رحم نادي طلبة المدارس العليا وامتد له. كنت بقول إنه قول بقى الكلام الجميل. قيمة النادي الأهلي فيه، قيمة النادي الأهلي في حفظ تاريخه، وده اللي احنا هنبقى حريصين عليه في ملك وكتابة دايما. النادي الاهلي هو الفكرة الموثقة ربما القليلة في مصر. كل كلمة عن النادي الاهلي موجودة بخط اليد، موجودة بخط يد اصحابها. الوثيقة اللي انتوا شفتوها على الشاشة بخط اليد، بخط يد اصحابها لما اجتمعوا في النادي الاهلي في 6 فبراير 1919، زي لما استعرضنا قبل كده ده بالريشه، ده مكتوب بالريشه كمان، وقعه حسين حجازي وقرار مجلس اداره النادي بايقافه، جبنا لكم خط اليد بتاع قرار الايقاف عشان ما حدش يتلامض ولا يفسر الاحداث بطريقه غلطه مطبعيه ومش غلطه مطبعيه حد لعب فيها الكلام اهو على عينك يا تاجر، بالريشه، ده مكتوب بالريشه والقلم البصري يا استاذ ابراهيم بالظبط. وشوفوا بقى، لا نفسنا ولا حاجه، شوفوا عبد الخالق باشا ثروت لما يكون في اجتماع الجمعيه العموميه للنادي هو اللي بيتحدث للجمعيه في 6 فبراير 1919. عشان كده لما تسمعوا من رئيس النادي الاهلي اللي موجود دلوقتي او اللي هيجي بعد كده او اللي كان قبل كده، من ينكر فضل اللي قبله، اعرفوا ان ده مش النادي الاهلي، اعرفوا ده مش النادي الاهلي بتاع هؤلاء العظماء اللي 1919 بعد وفاة عمر بيك لطفي
بكام؟ 8 سنين. هو احنا كنا مهددين بان احنا نجرد من هذا التاريخ يا استاذ ابراهيم؟ ولما المهندس عدلي كان بيقول الاهلي تقاليده ومبادئه مش كده، محدش بينكر من سبقه. شوفوا عبد الخالق باشا ثروت 1919 يتكلم عن عمر لطفي اللي مات قبلها ب 8 سنين. ما هو استاذ ابراهيم مش محمد صيام ورفاقه اللي هيحافظوا لك على التاريخ ده؟ بالظبط. ده هم اول ناس لو حطوا ايدهم على هذا التاريخ هيهدروه. شوهوه. اول ناس. صحيح. لان هي دي القيمه. هي دي القيمه الحقيقيه للنادي. ويخليهم بقى يشتموا ويهبلوا، يعني يعملوا هم عايزينه. لكن انا اللي معني ان نلحق بسرعه بهذه العظمه نحط التاريخ امام الشاشات عشان ولادنا يحفظوه. بعد 8 سنين من وفاه عمر بيك لطفي العظيم مؤسس النادي وصاحب فكرته، عبد الخالق باشا ثروت قدام الجمع بقى في الجمعيه العموميه يقول لهم ايه؟ ان اول ما ينطق لساني في هذا الحديث هو اسم المرحوم عمر لطفي بيك، ذلك لانه الواضع لهذا النادي. محدش بينسى. على فكره عبد الخالق ثروت كان موجود معاه، وكان اول ما تكلموا مع بعض. بس قال لك هو اللي قال لي. واول ما اسسوا مع بعض، والراجل مات مش موجود. عشان كده حافظوا على هذه القيم بجد. هي دي التقاليد. هي دي المبادئ. اللي بيسأل، هي دي القيم. أن تعترف بالفضل وتكون صادق مع نفسك وتؤدي كل واحد حقه، إنك ما تسرقش جهود اللي سبقك وتتواضع أمام أفكار الآخرين. هو ده. وما تسرقش مجهود اللي قبلك، وتنسب الفضل لصاحبه، وتنكر ولا تنكر دور الآخرين. فعبد الخالق ثروت واحد من اللي أسسه ما نسبش الحاجة لنفسه، وعمر بيك لطفي مش موجود، ده مات من 8 سنين، بس الراجل بيقف في الجمعية العمومية في 6 فبراير 1919 في عز بقى السنة الثورة الشعبية متدفقة في البلاد، فبيقول عمر لطفي ده محضر الجمعية العمومية بخط اليد اللي قدامكم، إن أول ما ينطق لساني في هذا الحديث هو اسم المرحوم عمر لطفي بك، ذلك لأنه الوضع لهذا النادي وصاحب الفكرة في تأسيسه. فكر عمر لطفي بك في أحوال طلبة المدارس العليا وكيفية تمضيتهم لأوقات فراغهم وفي علاقات خريجيها بعضهم ببعض، فرأى أن بعضا من الطلبة يقضون أوقاتهم في المحال العمومية ليس لهم من أنواع الرياضة غير الجلوس في القهاوي، وأن البعض الآخر وهو من يرى الترفع عن ذلك يعتكف في منزله، وأن الطلبة بمجرد إتمام دراستهم واشتغالهم بأمور معاشهم إذا ما تفرقوا في البلاد وبعدوا عن القاهرة انقطعت بينهم أسباب الألفة وأصبحوا أغرابا بعضهم عن بعض. شكى إلي تلك الحال وما يترتب عليها من المضر الأدبية والمادية، وقال إنه يرى خير دواء لها تأسيس فناء في نقطة صحية خارج المدينة يكون منتدى لطلبة المدارس العليا ومتخرجيها يقضون فيه أوقات فراغهم. يكون إيه؟ اقراها تاني دي. منتدى لطلبة المدارس العليا ومتخرجيها. هذا من رحم طلبة المدارس. يقضون فيه أوقات فراغهم ويتمرنون فيه على الألعاب الرياضية، ويكون للطلبة الذين قضى عليهم جهاد الحياة أن يكونوا خارجا عن القاهرة واسطة في الاجتماع بإخوانهم المقيمين فيها كلما سنحت لهم فرص العودة إليها. فرصة يجيبوا بتوع الأقاليم. انتهت شهادة عبد الخالق ثروت التاريخية، لكن نجد أن التفكير في إنشاء نادي رياضي مصري كان خالصا في ذهن عمر لطفي. قابل يوم 8 إبريل 1907 أصدقاء الوطنيين المصريين عبد الخالق ثروت باشا اللي ما نسبش حاجة لنفسه، حسين رشدي باشا، محمد محمود باشا، كل دول ترأسوا وزارات مصر في مناسبات، إسماعيل سري باشا، أمين سامي بيك، إدريس راغب، عزيز عزت، عمر سلطان بيك، اللي وافقوا لعمر لطفي على الفكرة وتحمسوا ليها، وضموا إليهم الإنجليزي مستر ميشيل أنس وكيل وزارة المالية ليسهل لهم استخراج أوراق تأسيس النادي والحصول على أرضه، وتحدد الاجتماع الأول لتشكيل اللجنة العليا للنادي الأهلي في 24 إبريل 1907. من هنا كان عيد ميلاد النادي الأهلي.
مفيش تضيع وقت. 24 يوم 8 الجمعية التأسيسية يوم 24 بص بقى 8 ابريل شوفوا قيمة النادي الاهلي الوثائقية والموثقة. ده محضر جلسة 24 ابريل 1907 اللي شايفينه قدامكم على الشاشة. في ناس كتيرة ما بيلاقولهاش محضر اجتماع بتاع الاسبوع اللي فات. انا عايز بس شبابنا وولادنا واسرنا جيوا اطفالكم اتفرجوا على مثل هذا التوثيق عشان لما تيجوا بعد كده تتكلموا عن النادي الاهلي تعرفوا انتوا بتحبوه ليه. تشكلت لجنة النادي الاهلي للالعاب الرياضية برئاسة مستر ميشيل انس وبعضوية ادريس راغب هؤلاء المؤسسين واسماعيل سري باشا وامين سامي باشا وعمر لطفي بك ومحمد افندي الشريف سكرتير ليها وبدأ العمل. ده أول اجتماع للمؤسسين. الجلوس من اليمين. بصوا بقى اللي قاعدين من اليمين عشان تمشوا واحد واحد. عمر بك لطفي أول واحد قاعد على إيدك اليمين. اللي فوق منه واحد لابس أبيض. اللي جنب منه ده حسين باشا رشدي. اللي بعده عزيز عزت باشا. مستر ميشيل أنس اللي بعده. إدريس باشا راغب وأمين باشا سامي اللي واقفين من اليمين محمد أفندي شريف ده السكرتير ومحمد علي بيك دولار ده اللي في الوسط أمين الصندوق ده أمين الصندوق اللي بيقوم بدور اليومين دول خالد الدرندلي ثم علي باشا أبو الفتوح آخر واحد على الشمال. ده يا جماعة مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأول وجلسته التأسيسية. بصوا مؤسس النادي وأعضاء اللجنة العليا من سنة 1916 إلى 1930 هتشوفوهم تباعا. عمر سلطان باشا، محمد طلعت حرب باشا. عشان كده لما تقال اللي بنى مصر كان في الأصل أهلاوي كان ليها سبب من الكلمة دي، انه طلعت حرب باشا اللي بنى الاقتصاد المصري وصاحب فكرة تمصير الاقتصاد المصري كان احد اهم المؤسسين للنادي الاهلي والمساهمين في الاكتتاب ليه، وكان عضو اللجنة العليا اللي هي عضو مجلس ادارة النادي من 1916 ل 1931. بصوا علاقة. طيب انا بقول لكم يعني عشان برضو تعرف عمل ايه الراجل ده. يعني احنا بندين بالفضل لعمر لطفي كصاحب فكر وصاحب رؤيه وصاحب فلسفه واشتغل على تنفيذها. بنشكر عبد الخالق ثروت انه يعني حافظ على عهده معاه وانه سعى الى انشاء النادي الاهلي، لكن الخطوات التنفيذيه انه راس مال النادي الاهلي ينشا النادي الاهلي ها كشركة مساهمة رأس مالها 5000 جنيه والسهم ب 5 جنيه. بص اللي سابق أوانه. اصبر بقى على اللي جاي بقى. أين دور طلعت حرب؟ طبعا هو صاحب الأفكار المالية. أيوه. يقوموا يجمعوا 3500 جنيه مساهمين. اتبقى 1500 جنيه على رأس المال. يقوم طلعت باشا حرب يضمن النادي الاهلي عشان يستلف ال 1500 جنيه. بفكر اقتصادي ينشا النادي الاهلي اللي هو بعد كده النهارده احنا بنقول ايه عايزين الاحتراف وتحويل النوادي الى شركات. المشكله ان الاهلي يبدا بشركه ثم يعبس في القوانين لتحويله الى يعني طيب زي ما اشار المهندس عدلي في 26 مايو وده اللي سابق لعصره بقى. شوفوا دوله عبد الخالق باشا ثروت رئيس النادي من 9 فبراير 1916 ل 14 فبراير 24 وانتخب رئيس شرف النادي في 25 نوفمبر 27 الى حين وفاته. تاسس الاهلي كشركه مساهمه. شوفوا سعاده عزيز عزت باشا ده رئيس النادي من 3 ابريل سنه 1908 يعني ده أول رئيس للنادي الأهلي بعد ميشيل أنس. 3 إبريل 1908 قعد 8 سنين لغاية
9 فبراير 16 ورئيس شرف النادي بعد كده. دولة محمد محمود باشا رئيس شرف النادي من 30 نوفمبر سنة 1928. لا بس هنتوقف عند محمد محمود باشا. خد ده بالك. رئيس حزب الأحرار الدستوريين. لا لا عشان تشوفوا قيمة المهندس عدلي. لا يعني بقول لك. لا لا يعني عشان تحفظوا الحقوق والناس اللي بتخبط في الحلل تعرف بتخبط في مين بالظبط. يا سيدي لا معلش كل انسان يفخر بهو ايه مش كان ايه يعني القيم محفوظه يا باشمهندس الحمد لله. حسين رشدي باشا من مؤسس النادي وعضو اللجنه العليا 1907. اسماعيل سري باشا ايضا من مؤسس النادي الاهلي الاوائل ورئيس وزراء. كل دول ترأسوا الحكومه المصريه تباعا. دول ده بيان برؤساء او رجال النادي الاهلي المؤسسين اللي احنا استعرضناهم مع حضراتكم كلهم تباعا. الاهلي لانه تاسس لكل طلبه الخريجين فتقرر في 18 يوليو 1907 ان يكون وزير المعارف اللي هو وزير التربيه والتعليم بعد كده رئيس. بصوا بقى قيمه النادي الاهلي تاني. ده السهم بتاع النادي الاهلي 5 جنيه. 5 جنيه الحمد لله. شوف يعني كل الناس دلوقتي عمالين يعملوا ندوات ومؤتمرات عايزين نعمل الرياضة شركات مساهمة، عايزين الأندية تبقى شركات مساهمة، عايزين الأندية تتحرر. انتوا عايزين تعملوا اللي الأهلي عملوا من 111 سنة. دول المساهمين ده كشف والقانون اتغير عشان يخرجوا عن هويته. بصوا ده كشف المساهمين في النادي الأهلي. شوفوا قيمة العمل اللي احنا بنعرضه على حضراتكم. ده بيان وده حصة أو قيمة السهم وهؤلاء هم المؤسسون. دول وزراء المعارف اللي ترأسوا الجمعية العمومية للنادي الأهلي نظرا لعلاقة النادي بطلبة المدارس العليا بحكم مناصبهم. بحكم مناصبهم من 18 يوليو 1907 لغاية 1930. الافتتاح بقى قبل أن يتم افتتاح النادي الأهلي رسميا في 26 فبراير. طب ممكن بس نقول لهم بص بقى النادي الأهلي بقى طب ممكن شوفوا بقى ممكن نقول لهم كيف خدوا كم فدان وعملوا ايه. ما هي المهمة دي. اتفضل. يعني في الأول خلي الصورة دي يا شوارب لأن ده حفل افتتاح النادي الأهلي. الأرض اللي استلمها النادي الأهلي كان من مصلحة الأملاك وخدوها ب قيمة رمزية. مساحتها 4 أفدنيا وتمن قراريط وسبعة عشر سهما. حصل عليها مؤسسون بإيجار رمزي قرش ساغ. يعني كوبري قصرنيل اهو. وكان مكانه الأولاني اللي هو مستشفى المعلمين تقريبا. الأرض المعلمين. وبعد كده ضم الأرض بعد كده وتوسع ووصلت حاجة 20 فدان فيما بعد. طيب دي ارض النادي اول ما اتعملت بالمقياس الرسمي بتاعها. افتتاح النادي رسميا كان في 26/2/1909. كل حاجه متحدده تحديدا بالظبط. وهتشوفوا شفتوا الرسم الكروكي للنادي عند الافتتاح. ايصال اشتراك العضويه في النادي سنه 1914 اهو. جنيه ده باسم محمد شاهين مؤسس نادي الاتحاد السكندري. محمد شاهين بعد كده اسس نادي الاتحاد السكندري. ولذلك هناك رابطه وثيقه دلوقتي وصل من حضره السيد محمد شاهين. ده ايصال اشتراك العضويه بتاعته. ده كان سنه كام بقى؟ سنه 1914. ولذلك يمكن ده يفسر كان في دائما يبدا الموسم بمباراه تقليديه بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. وده اللي خلى جعفر ولي باشا رئيس النادي الاهلي يحضر افتتاح نادي الاتحاد. اذن هو 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 توأم بما تعنيه الكلمه. مؤسسه احد مؤسسي يعني اعضاء المؤسسين للنادي الاهلي. علاقه من زمان. انا مش عارف ليه ما بنحييش التراث ده تاني، ليه ما نرجعش نلعب مع الاتحاد السكندري في بداية كل موسم.
يا جماعة الحاجات دي كانت بتقضي على التعصب جدا. بص بقى هذا صورة الكرنيه دي تذكرة محمد عبد القادر دي تذكرة عضوية محمد عبد القادر لطفي أخته زوجة مختار التتش قريب أحمد الشيخ بقى. الشيخ ده والد أحمد الشيخ يا راجل ازاي ما فيهوش اسم الشيخ ده كان ده كان ورهوني مره احمد الشيخ ده احد كبار مشجعي النادي الاهلي على مستوى الجمهوريه محب النادي واسكندراني اصيل وقريب لمختار التتش وطاهر الشيخ ومختار التتش زوج عمته طب اللي عنده حاجه ما هي بص بقى يا جماعه اللي عنده حاجه ما يجيبها لنا يا جماعه بصوا نادي بكل هذه القيمه يلتف حوله كل هؤلاء العظماء هل من الغريب انه الامير عبد الله الفيصل يكتب فيه حبا زين النوادي قبل ما تختم بزين النوادي الحليم حافظ ما انت عارفك انت بتمهد عشان تكتبها بزين النوادي شوف القصيده المكتوبه اهداء الى النادي الاهلي هذه القصيده قصيده زين النوادي دي محفوظه في قاعة مجلس إدارة النادي الأهلي. طيب جميل جدا. مهداة من الأمير عبد الله الفيصل. قبل ما نروح أحد رؤساء الشرف النادي. طبعا طبعا. هو تيمنا باسم النادي الأهلي عمل أهلي جدة. أهلي جدة. وبدأ بعد كده مرادفات الأهلي في كل. لكن اللي أنا عايز أقوله يا شبابنا يا أولادنا يا أهلاوية يا جمال هذا تاريخكم. بنحاول نوثقه من فضلكم جمعه أنتوا. وحافظوا عليه وحافظوا على ما تنطوي عليه قيمة النادي الأهلي والمبادئ ليست كلمة وليست كلمة نتشدق بها وليس أمرا مملا أن نحكي فيه كل يوم ونؤكد عليه كل يوم ولكن كان الغريب أن نتعرض في فترة لمن يريد أن يدحض هذه الفكرة وأن يلغيها وأن يهون من تأثيرها فكان دورنا الحقيقة اللي اثبتت الجمعيه العموميه وهو ده هو ده اللي جمع جمعيه عموميه بهذا الزخم فكره ان الاهلي يعني يتعرض لخطر داهم في تقاليده وقيمه واختراق صدقني يا استاذ ابراهيم هو ده اللي جاب الناس كانوا بيقولوا لنا كده واحنا في يوم الانتخابات اما رؤساء النادي ومن تصور بحسن نيه ان هذا امرا غير هام فاحنا لا نشكك في اهلويته ولا نشكك في اخلاصه ولكن كنا بس بنحذر من خطوره من يحيطون بالامر عشان ما تديش القط مفتاح القرار. احنا دلوقتي هنظل يا استاذ ابراهيم لاخر يوم في عمرنا باذن الله ويتوالى حماة هذا النادي بان نطلع لهم التاريخ ويوثقوه ويحافظوا عليه ويدوه لاولادهم ويذاكروه معاه كمان. لان اللي عايز يعرف قيم الرياضه يروح يشوف الاهلي بيعمل ايه اللي عايز يعرف قيم العائله يروح يشوف النادي الاهلي بيتصرف ازاي مع اولاده مع اسرته مع عائلته اللي عايز يعرف معنى التنافس الشريف يروح للنادي الاهلي كيف تغلب قيمه المبدا على قيمه الفوز بالنتائج وكيف تحافظ على الفوز لان ده حق جماهيرك مدرسه النادي الاهلي انا بطول في الحته دي لان الحقيقه هو ده النادي الاهلي بيلخص كل هذا الكلام لان الاهلي مش عظيم عشان بيكسب الاهلي بيكسب لانه عظيم دمتم للاهلي دائما ولانه زين النوادي ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير ان نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله تصبحوا على خير مع زين